والمفروض الشير، شايفين الشير يا جماعة؟ أيوة ظاهر يا دكتور. تمام الحمد لله. طيب كل سنة وانتم طيبين. تاني بقى بداية رسمي للمحاضرة بمواعيد رمضان. بشكركم طبعا ان انتم ملتزمين، وربنا يهدي بقى الناس اللي مش ملتزمين. طيب خلينا نكبر بقى الصورة. انا هشتغل من الباوربوينت النهاردة لعل وعسى البوينتر ده اللي هو الليزر بوينتر يبقى اوضح اكتر، يعني اتمنى ذلك. وبس مش عارف ليه مش عايز يقلب على السلايد شو. هيقلب دلوقتي ان شاء الله، هي متداس عليها، معرفش ليه بيتأخر كده وعمل كده من شوية وأنا بعمل تجربة. تمام اوكي، وناخد البوينتر اوبشن ليزر بوينتر. يعني برضو مش عارف هو بطيء كده ليه. طيب ماشي، ليزر بوينتر بتلعب لوحدها، ده شيء مش لطيف. انا ابتديت ازهق وفي الاخر هرجع لل بي دي اف فايل وخلاص. طيب خلاص نرجع لأصلنا بقى. معلش حاولت إن أنا أكون لطيف بس مفيش فايدة، مش عارف ليه بصراحة، بس ماشي. طيب كده شايفين الباوربوينت، سوري البي دي اف فايل؟ أيوة ظهر يا دكتور. تمام شكرا جزيلا ومعلش آسف على العطلة. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان القانون بتاع النورمال ستريس ان على ايه زائد ام اكس على اي اكس في الواي زائد ام واي على اي واي في الاكس. وقلنا الافضل ان انا اقول ام اكس يبقى على الانرشيا حوالين محور اكس في بعد النقطه عن محور اكس، ام واي يبقى على الانرشيا حوالين محور واي في بعد النقطه عن محور واي. عشان الناس كتير بتتلخبط ما بين كلمه اكس وواي، ده الاحداثي عادي جدا. طيب كمان قلنا ان القانون ده بشرط ان الاي اكس واي يكون بيساوي صفر، ولو الاي اكس واي ما بيساويش صفر لازم نجيب الاي يو والاي في ونقلب القانون الى كل اكس اشيلها واحط بدلها يو، كل واي اشيلها واحط بدلها في، واشتغل عادي جدا. دي اسهل طريقه واضمن طريقه، يعني ان على اي زائد ام يو على اي يو في الاحداثي في زائد ام في على اي في في الاحداثي يو. ده اسهل مليون مره، بنشتغل نفس الطريقه ان شاء الله يا رب. الف الورقه واخلي اليو افقي والفي راسي وابتدي اعتبر ان هم اكس وواي عادي. دي نقطه مهمه جدا. في طرق كتيره للشغل، الطريقه اللي انا بفضلها اللي انا درستها في الكليه طبعا، يعني انا مش مؤلفها، اللي هي ان على ايه تاخد اشاره، ام اكس على اي اكس في الاحداثي واي ياخد اشاره، ام واي على اي واي في الاحداثي اكس ياخد اشاره، يعني الترم كله باشاره واحده. الاشاره دي مبنيه على فهمنا السابق ومعرفتنا السابقه. لو النورمال فورس تنشن كل النقط هتاخد زائد، لو النورمال فورس كومبريشن كل النقط هتاخد ناقص. يبقى ده كده ايه
خلصنا من الترم الاول. الترم الثاني والترم الثالث مرتبط بالمومنت، واحنا عارفين من اول ما خدنا ستراكشر ان ديل سهم العزوم يشير الى جهه الشد، يبقى اي نقطه ناحيه ديل السهم هيبقى عندها شد تاخد زائد، اي نقطه ناحيه راس السهم هيبقى عندها ضغط تاخد ناقص. خد بالك يعني لما اقول ديل السهم بتاع الام اكس تحت يعني تحت محور اكس، يعني كل النقط اللي تحت محور اكس تاخد شد تاخد موجه، راس السهم فوق يعني فوق محور اكس يعني كل النقط اللي فوق محور اكس تاخد كومبريشن. وبالنسبه للواي العكس، شمال محور واي ويمين محور، لو دير السهم شمال محور واي يبقى كل نقط شمال محور واي تاخد زائد، لو راس السهم يمين محور واي يبقى كل نقط ناحيه راس تاخد اشاره سالبه. ام على اي في واي، الترم على بعضه كده باشاره واحده بس، يا موجب يا سالب، ناحيه دير السهم موجب ناحيه راس السهم سالب. طيب قلنا كمان حاجه مهمه جدا بتساعدنا في تحديد مكان النيوترال اكسس، اللي هو ان انا بحدد ان ان ايكوفالنت القوى الموافقه القوى المكافئه تقع بين راسي السهمين لو كانت ضغط، وتقع بين ذيلي السهمين لو كانت شد. يبقى انا عشان ما اخشش في مشكله اشارات بحدد مكان ان ايكوفالنت، مكان ان ايكوفالنت تقع بين راسي السهمين لو كانت ضغط، وتقع بين ذيلي السهمين لو كانت شد. النيوترال اكسس دايما في الربع المقابل لان ايكوفالنت. طب ايه قصه النيوترال اكسس؟ النيوترال اكسس هو المحور الذي تنعدم عنده الاجادات، يعني المحور اللي عليه الاستريس بيساوي صفر. طب جبناه ليه؟ عشان احنا مش عايزين نحسب الاستريس وخلاص، احنا عايزين نحسب الاكستريم فاليوز اوف ستريسز. فلما بنحدد الصفر فين، كل ما ببعد عن الصفر الفانكشن الداله بتاعتي بيحصل لها تزايد في الاتجاه، وتزايد في الاتجاه الثاني او تناقص من وجهه نظر الماثيماتيك. يبقى انا بحدد الصفر فين عشان ابعد عنه ابعد نقطه في القطاع عن الصفر، عن النيوترال اكسس هي دي اللي عندها ماكسيمم ستريس، وابعد نقطه في الاتجاه الثاني هي دي اللي عندها مينيمم ستريس او ماكسيمم ستريس في الاتجاه الثاني. اوكي تمام. وفي الاخر طلعنا صوره كده محفوظه، عندي معادله درجه اولى اللي هي اف بتساوي ان على ايه زائد ام اكس على اكس في الواي زائد ام على اي في الاكس يساوي صفر. حطيت مره الاكس بصفر جبت الواي انترسبت، حطيت مره الواي بصفر جبت الاكس انترسبت. ليها صوره محفوظه عندنا ان الـ ان الاكس انترسبت بيساوي ناقص اي سكوير واي على اي اكس، وان الواي انترسبت بيساوي ناقص اي سكوير اكس على الاي واي. وقلنا الاشاره السالب بتفكرني ان الاكس انترسبت دايما عكس الاي اكس، والواي انترسبت دايما عكس الاي واي. اوكي وقلنا الصوره دي بتتحفظ، خد بالك ان اكس انترسبت اي سكوير واي اي اكس كلها مسافات او حاجه ريليتد لمحور واي. يعني الاكس انترسبت دي نقطة احداثياتها اكس انترسبت صفر مش كده؟ الاي اكس ده بعد عن محور واي، يبقى دايما احداثي اكس بعد عن واي، فهي اي سكوير واي على اي اكس، اي سكوير اكس على اي واي. هنا مفيش لخبطة، هنا الترم الاول كل القيم ريليتد لمحور واي، والترم الثاني كل القيم ريليتد لمحور اكس. وقلنا لو نسينا الصورة دي كل اللي انا اعمله خليني في المعادله الاصليه، خليني في المعادله الاصليه، احط مره اكس بصفر احط مره واي بصفر، اجيب النقطتين اللي انا عايزهم، بس خليني دايما فاكر ان ان ايكوفالنت تقع بين راسين سامين لو كومبريشن، وان وطبعا بين ذلك سامين لو كانت تنشن، وان نيوترال اكسس دائما وابدا في الربع المقابل لان ايكوفالنت، وكتبناها وبروزناها. ده ملخص اللي احنا عملناه في المحاضره اللي فاتت، وخدنا مثال دايركت طبقنا كل حاجه بدون اي مشكله. دي مساله ما فيهاش اي عبقريه، دي مساله ما فيهاش اي ابداع، مساله ما فيهاش اي ابداع، مجرد ان انت بتعرف ازاي تعوض في قانون عشان تجيب. طب الطريقه اللي انا بجيبها في الامتحان بجيبها زي المساله اللي خدناها المره اللي فاتت بالظبط. اوكي بالظبط، بحيث بدي لك كل حاجه، لكن طبعا هنا هيبقى زي ما منك كانت بتسالني، لازم ارسم القطاع تو سكيل، ارسم الاكس انترسبت والواي انترسبت بنفس السكيل، علشان لما اخد موازي الاول النيوترال اكسس مش بس بيساعدني في عمل تشيك، لا بيعرفني فين النقطه اللي عندها ماكسيمم وفين النقطه اللي عندها مينيمم، او ماكسيمم كومبريشن وماكسيمم تنشن زي ما حصل في المساله اللي فاتت. فالنيوترال اكسس المهم جدا ان يترسم بسكيل، لاني على اساسه بحدد مكان النقطه، وده التريك الوحيد اللي انا بلعب بيه مع الطلبه، ان انا مش دايما بيبقى النقطه اللي بين الراسين والنقطه اللي بين الدلين هي اللي عندها ماكسيمم مينيمم. وتاكدوا من ذلك ازاي؟ من المساله المسالتين اللي موجودين في الشيت. احنا قلنا رقم 2 في اساينمنت 3 دي مساله مباشره في سكشنين جنب بعض، مساله مباشره، والمسائل دي جت في امتحانات قبل كده، يعني انا كل فتره كده بروح واخد من امتحانات ومغير الشيت
علشان يعني يبقى في نوع من تجديد الشيت يعني. انما المسائل كلها شبه بعضها، مفيش اي مشكله غير انك تلتزم بالخطوات. طب هتحفظ ازاي؟ هتحفظ بالحل، هتحفظ انك تحل بايدك. ودايما بنقول للناس في كل محاضره، حليت مساله المحاضره بتاعت المره اللي فاتت؟ ما اعرفش. حليت الاساينمنت يعني المسالتين اللي انا طلبتهم، المساله اللي انا طلبتها في الاساينمنت اللي هي فيها سكشنين يعني، انا بقول مسالتين تجاوزا، اتحلوا ولا ما اتحلوش؟ لو اتحلوا هيبقى الوضع النهارده مختلف تماما. انتوا كمان الناس الملتزمه اللي جات لي في ميعاد المحاضره، يعني اكتر من هذا، انتوا الناس الملتزمه اللي جات لي في ميعاد المحاضره. فهل الناس الملتزمه اللي جات في ميعاد المحاضره حلوا ولا ما حلوش؟ انا مش عايز رد، بس كل واحد يسال نفسه، وانا حليت المسالتين دول ولا ما حليتهمش؟ وبعدين كمان طلبت منكم انكم تمسكوا نمره واحد تبتدوا تتعاملوا معاها عشان تشوفوا هي سبيشال كيسز من الجنرال كيس. معظم الدكاتره بيدرس السبيشال كيسز الاول وبعدين يجمع جنرال كيس، يعني يدي الحالات المختلفه نورمال فورس بس، ام اكس بس، ام واي بس، وهكذا وانت ماشي بقى ان ام اكس ان ام واي ام اكس وام واي ان ام اكس وام واي. يعني يبتدي باسهل حاله اللي هي حاله رقم واحد نورمال فورس اونلي، ويفضل لغايه ما يدي الحاله الجنرال. انا بحب العكس، انا بحب ادي الجنرال كيس، لاني انا لو اديت الجنرال كيس وروحت انت تقدر تستنتج منها السبيشال كيسز بدون اي مشكله. اول كيس في السبيشال كيسز ان يبقى عندي سيكشن عليه نورمال فورس اونلي، يعني ام اكس والام واي بيساوي صفر. اشهر حاجه عندنا فيها نورمال فورس اونلي اللينك ممبر، يعني احنا مش بنكلمك على حاجات خيال علمي، لا دي حاجه موجوده فعلا. طب الاستريس بيساوي ايه؟ ما هو ام اكس بصفر وام واي بصفر، يبقى الترم الثاني والثالث صاروا من المعادله، يبقى اف بيساوي ان على ايه. انا افترضت ان النورمال فورس تنشن يبقى زائد ان على ايه. لما تيجي ترسمه هنا نقطه، انا اسف، النورمال فورس موجوده في السي جي، يعني موجوده في مركز القطاع، يعني بتتوزع بالتساوي على كل نقط القطاع. هي نوت فانكشن ان ذا ديستانس فروم ذا اكس اور واي اكسس، هي نقطه في السنتر، هي قوه في السنتر، فبتتوزع بالتساوي على الكل. فعشان كده الاستريس نرسمه في اي حته، على فكره ممكن نرسمه هنا، ممكن نرسمه تحت القطاع، ممكن نرسمه مايل، اي حاجه اي حاجه، هو في الاخر استريس قيمته ثابته ان على ايه. انا فرضت في نورمال فورس تنشن حطيت ازاي، ده في العرف بتاعنا بنسميه يونيفورم ستريس. يعني كان في مساله في شيت كده زمان يقول لك ايه، فايند ذا فاليو اوف ان سو ذات ذا ستريس مثلا ويل بي يونيفورم او از ا يونيفورم ستريس. كلمه يونيفورم ستريس دي انديكيشن ان المومنت بيساوي صفر على طول. ايه هي الحاله الوحيده؟ فكانت واحده من الكونديشنز اللي بيديها، هما كانوا اثنين كونديشن، واحده من الكونديشن دول ان انا احسب المومنت ها من المساله واساويه بالصفر. ادي اول كونديشن، كان عايز يجيب علاقه بين ابعاد، يعني عايز يجيب ابعاد القاعده. مش مهم مش مهم، خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. بس اللي انا عايزك تبقى عارفه اكيد كلمه يونيفرس، زي المره اللي فاتت ما علمتك كلمه نو تنسايل ستريسز اوكيرز ات سويل، دي معناها على طول ان اف 2 بصفر، ان انا مش عايز اي تنشن على الارض لان الارض لا تقاوم تنشن، يبقى دي الكونديشن ده معناه ان اف 2 بصفر. ممكن اف 2 تبقى كومبريشن، بس الاوبتيمم كيس ايه؟ الحاله اللي هو ما هو بيقول لك فايند مثلا ده ماكسيمم لود او ذا مينيمم دايمنشن اوف ذا ستراكشر، يبقى هنا هو عايز اللي هو اكتر حبل يقدر يحطه، يبقى الحاله الاوبتيمم ان يبقى اف 2 بصفر. فتعلمنا كده حاجه المره اللي فاتت، وتعلمنا مفهوم تاني المره دي، يونيفورم ستريس معناها ان المومنت بيساوي صفر. طيب الحاله الثانيه برضو متوقعه، ام اكس اونلي، يعني يبقى النورمال فورس والام واي بصفر، يعني القانون هيتحول الى ايه؟ الى ام اكس على اي اكس في الواي، خلاص ان على ايه طار؟ ام واي طار. اوكي؟ هاي الحالة المشهورة جدا اللي هو السمبل بيم. ايه هو السمبل بيم؟ ايه هو السمبل بيم؟ اللي هو الكاميرا الاولها هنج واخرها هنج، انا حطيت يونيفورم لود مثلا على كاميرا اولها هنج واخرها رولر، اولها هنج واخرها هنج، اوكي؟ هيبقى المومنت ايه؟ صفر في الاطراف ودبليو ال سكوير في المنتصف. طب والنورمال فورس بكام؟ بصفر، والام واي ده بلين ستراكشر، كاميرا اكس هيبان نقطة، المومنت بيلف حوالين النقطة يعني حوالين اكس، لو انا سميت اكس افقي كالمعتاد زي ما انا مسميه اكس دلوقتي، يبقى المومنت اللي على الكاميرا ام اكس دايما. وقلنا كده هنبقى ايه؟ شبه حافظينها، كاميرا ام اكس
والعمود عكس الكاميرا، لان اللي بيبان نقطه في الكاميرا لو انا سميت اكس افقي، وانا من ساعه ما اتولدت بسمي اكس افقي، يبقى هذا كده. من غير بقى الدخول في محفوظات، انا عندي معادله النورمال ستريس ام اكس على اكس الاحداثي واي، لو انا سويتها بالصفر دي معادله النيوترال اكسس. من المعادله دي هيطلع الواي انترسبت بيساوي صفر. واي يساوي صفر دي معادله مين؟ واي يساوي صفر دي معادله محور اكس. يبقى اذا النيوترال اكسس كوينسايد ويز الاكس اكسس، يعني معنى كده النيوترال اكسس هو الاكس اكسس. الحاجات دي من كتر ما هي بتتكرر في حياتنا كدكاتره وكطلبه بتبقى شبه محفوظه. يعني انا عارف على طول ان لو عندي ام اكس اونلي يبقى النيوترال اكسس اوتوماتيكالي هو محور اكس. طيب هعمل ايه؟ نفس الحكايه، خدت موازي اهو ابعد نقطه، وخدت موازي ابعد نقطه في الاتجاه الثاني. يبقى اف 1 بتساوي ايه؟ ناحيه راس السهم اديتها اشاره سالبه، اف 1 بيساوي ناقص الام اكس على اكس في الاحداثي واي 1. احداثي واي 1 ما تنساش بعد عن محور اكس مش بعد عن النيوترال اكسس. كتير جدا من الطلبه بيحزنوني تلاقيه داخل يحط الواي انترسبت والاكس انترسبت جوه القانون بتاع النورمال ستريس. يا سيدي الفاضل، احداثي اكس واحداثي واي بعد النقطه اللي انت بتعوض عنها عن محوري اكس وواي. عمر ما في احداثي في الدنيا بعد عن نيوترال اكسس، مش معقول. يعني برضو الطلبه بتعمل حاجات، على فكره الخطا ده متكرر جدا. طب ناتج عن ايه؟ ان الطالب حافظ فقط، مش عايز يفهم ايه هو اكس وايه هو واي. هو عمال يحفظ يحفظ يحفظ، خش جوه الامتحان مش عارف الفرق بين اكس انترسبت واي انترسبت اللي هم الجزء المقطوع محور اكس وواي اللي بيقطعه مين؟ النيوترال اكسس اللي هو مين؟ اللي هو الاستريس عنده بيساوي صفر. وفائدته الوحيده ان انا احدد النقط اللي انا هحسب عندها النورمال ستريس اللي هي النقط القصوى، اوكي. لكن بعد كده الاكس انترسبت واي انترسبت، الاي اكس والاي واي، احداثي واي واحداثي اكس، كل ده بيتقاس من محور اكس ومحور واي اللي هم مارين بالسي جي. هاي حسب. يبقى واي واحد، انا ليه بقول كده؟ لان الناس كتيره من الحفظ بيفتكر ان الواي واحد بعد عن النيوترال اكسس. لا يا فندم، بعد عن الاكس اكسس، هو النيوترال اكسس منطبق على الاكس اكسس. لو انا خدت موازي اهو، يبقى ابعد نقطه اللي هي نقطه واحد، ما هياش نقطه واحده بقى، كل النقط دي اللي احداثها اللي الاحداث بتاعها واي واحد، يبقى الاستريس ناقص ام اكس على اكس في الاحداث واي. نقطه اتنين ما هياش نقطه بقى، كل الخط ده ما لا نهايه من النقط، اوكي. يبقى اف 2 بتساوي زائد عشان ناحيه ديل السهم ام اكس على اكس في الاحداث واي 2. وقلنا الاحداثي واي اوعى تحط له اشاره، انا بحط اشاره للمقدار ده كده كله على بعضه، ام اكس على اكس في الاحداثي واي 2، كل ده على بعضه، ياخد اشاره موجبه يا ياخد اشاره سالبه. ده اللي انا كنت عمال اقوله في بدايه المحاضره عشان اراجع على المحاضره اللي فاتت. لما اجي اوقع اف 1 واف 2، وهنا يمنا بقى باي سكيل مش فارقه، واوصل بينهم اكيد هيمر بالصفر عند النيوترال اكسس اللي هو موجود في المنتصف في هذه الحاله. اظن بقى قبل ما اقلب الصفحه متوقع لو ام واي اونلي يبقى النيوترال اكسس منطبق على محور 1. اهو لو ام واي اونلي يعني ان وام اكس بصفر، ده فور اكزامبل اي عمود، اي عمود ما عليهوش نورمال فورس، اي فيرتيكال ممبر ما عليهوش نورمال فورس، هيبقى عليه ام واي. الواي هنا هو اللي هيبقى النقطه، يبقى المومنت اللي انا بحسبه بيلف حوالين محور 1. تاني الاف عند النيوترال اكسس، خلاص الان على ايه تار، الام اكس على اكس في الواي تار، فاضل لي الام واي على اي واي في الاكس بيساوي صفر، اوكي. يبقى معناها ان اكس انترسبت بيساوي صفر، يبقى النيوترال اكسس هو محور واي. يبقى دلوقتي انا لو عايز ارسم اهو، النيوترال اكسس هو محور واي، هاخد موازي للنيوترال اكسس اهو من ناحيه الشمال، ما بقتش نقطه واحده بقى، ما لا نهايه من النقط احداثياتها اكس واحد اهو. فقلت الاف واحد بيساوي زائد الام واي على اي واي في الاكس واحد، ليه زائد؟ عشان نقطه واحد او مجموعه النقط واحد دي ناحيه ديل السهم بتاع الام واي، اف 2 ناحيه راس السهم بتاع الام واي، يبقى هتاخد اشاره سالبه ام واي على اي واي في الاكس 2. طبعا عشان القطاع ده متماثل ومحور واي في النص تماما، فهيبقى الاف 1 بيساوي الاف 2. وقعت الاف 1 والاف 2 وصلت منهم، هيمر بالصفر اكيد عند النيوترال اكس. يبقى انا شبه حافظ ان هو ان يونيفورم ستريس ام اكس النيوترال اكس منطبق على محور اكس، يبقى سيميلارلي ام واي نيوترال اكسس منطبق على محور ان، وام اكس انا اكسبكت ان يوازي محور اكس،
يوازي معه. ما هو لما كان ام اكس اونلي كان هو محور اكس، لما يبقى ان وام اكس هيترحل شويه، هيترحل شويه وما زال بيوازي محور اكس. تمام، اثباتها سهل جدا. انا عملتها بطريقتين، بص عملتها بطريقتين. واحده ان انا قلت عادي جدا، خدت المعادله، شوفوا انا لغايه دلوقتي ما بطبقش المحفوظات، خدت المعادله عادي جدا، لا ان على ايه زائد ام اكس اكس الواي ده بيساوي صفر، هيطلع الواي انترسبت بيساوي ايه؟ ناقص اي سكوير اكس على الاي واي، يعني بيساوي ايه؟ كونستنت. طيب واي يساوي صفر، دي معادله محور اكس، مش دي كلها ارقام؟ يوم الواي يطلع بيساوي رقم، رقم 5 6 2 4 3 8 اوكي، اي رقم، اي رقم اوكي، يعني بيساوي رقم. يعني ايه واي يساوي رقم؟ ما هو واي يساوي صفر دي معادله محور اكس، واي يساوي كونستنت ده معادله خط مستقيم يوازي محور اكس، واي يساوي اي اكس ده خط مستقيم يمر بنقطه الاصل يميل زاويه ايه، واي يساوي اكس زائد بي ده خط مستقيم يقطع بيميل بزاويه ايه برضه بس يقطع محور، وهكذا وهكذا وهكذا. الكلام ده كله خدناه، الكلام ده كله خدناه في المدرسه مش في الكليه. ها، وبالتالي واي، عشان كده كنت بقول لك اعمله في البيت، انت لما هيطلع لك واي بيساوي رقم يبقى انت عارف انه بيساوي. تمام، طيب يعني معناها نيوتن اكسس از بارلل تو الاكس اكسس، هنمشي بنفس الاسلوب بالظبط. بص يا فندم، بص يا فندم، تعالى كده نحسب. بص انا عندي ان، انا فرضتها كومبريشن في هذه الحاله ناقص ان، وعندي الام اكس انا فرضت الكومبريشن فوق. احنا قلنا ايه؟ ان ان ايكوبلنت تقع بين راسي سهم العازمين اذا كان الضغط. طب ما انا ما عنديش غير راس سهم واحده، ما عنديش، يبقى علشان يبقى الام واي بصفر لازم ان ايكوبلنت تقطع محور واي. ما فيهاش عبقريه على فكره، ما فيهاش عبقريه. ما هو لو ان ايكوبلنت ما بتقطعش محور واي يبقى ام واي بقيمه، يبقى لازم ان ايكوبلنت تقع على محور واي، تبعد مسافه اي واي، الاي واي بتساوي ايه؟ ام اكس على ان، اي واي لفوق يبقى الواي انترسبت لتحت. انا افترضت ان نيوتن اكسس بره القطاع، اتفقنا مفيش اي مشكله، الابعاد والارقام انا اسف هي اللي هتدلني على كده. خدت النيوترال اكسس الموازي، عملت موازي للنيوترال اكسس وموازي ابعد نقطه سميتها اف 1، واقرب نقطه او ابعد نقطه في الاتجاه الثاني سميتها اف 2، واحسب اف 1 بيساوي ايه؟ ناقص ان على ايه؟ عشان انا فرضت النورمال فورس كومبريشن، ناقص ام اكس على اكس في الاحداثي واي 1 علشان انا ناحيه راس السهم بتاع الام اكس، انا فرضت ان راس السهم بتاع الام اكس فوق، يبقى الترم بتاع ام اكس على اكس في الاحداثي واي هياخد اشاره سالب. طب اف 2 النورمال فورس كومبريشن يبقى ناقص، يبقى كل النقط هتاخد ناقص، كل النقط هتاخد ناقص، مفهوم؟ المومنت هو اللي بيبقى ناحيه زائد وناحيه ناقص. نقطه 2 ناحيه د للسهم بتاع الام اكس، نقطه 2 ناحيه د للسهم بتاع الام اكس، يبقى بالتبعيه هحط اشاره ايه؟ موجبه. ماليش دعوه بقى الواي 2 ده موجب ولا سالب، يبقى انا عندي بالتبعيه ناقص ان على ايه زائد الام اكس على الاي اكس في الاحداثي واي بتاع النقطه 2. الاثنين كومبريشن، لان انا افترضت ان نيوترال اكسس طالع بره القطاع، فانا عندي اف 1 كومبريشن واف 2 كومبريشن، وقعت اف 1 واف 2 بنفس السكيل، ملوش علاقه بسكيل السكشن، وصلت بينهم. لو انا مديت المحور بخط منقط ومديت الخط الواصل بين اف 1 واف 2 اللي هو معادله الاستريس بخط منقط، لازم يلتقوا بالصفر عند النيوترال اكسس، لازم يلتقوا بالصفر عند النيوترال اكسس. هتقولي طب لو انا طبقت المحفوظات وانا مغمض برضه هي، يبقى الواي انترسبت بيساوي ناقص اي سكوير اكس على الاي 1. طيب بص يا باشا، هيبقى الاكس انترسبت بتساوي ايه؟ ناقص اي سكوير واي على الاي اكس، اهو هتبقى الاكس انترسبت تساوي ايه؟ ناقص اي سكوير واي على الاي اكس. الاي اكس اللي هو مين؟ ام واي على ان، ام واي بكام؟ بصفر، يبقى الاي اكس بصفر، الاي اكس بتساوي ام واي على ان، يبقى الاكس انترسبت بتساوي ايه؟ واي. انا لو قسمت حاجه على صفر يبقى الاكس انترسبت بتساوي ايه؟ ما لا نهايه. يبقى حتى لو انت حاولت تطبق المحفوظات هتلاقي ان الاي اكس بصفر، هتطلع الاكس انترسبت بما لا نهايه. معنى ايه الاكس انترسبت بما لا نهايه؟ يعني خط يقطع محور اكس في ما لا نهايه، مش كده؟ طب ما هيبقى معناه ان هو يوازيه، يبقى معناه ان هو يوازيه. احدى تعريفات التوازي خطان متقاطعان فين؟ في ما لا نهايه.
لكن يكفيني الاولى دي واضحه زي الشمس اهي، ان واي انترسبت هيطلع بكونستانت، واي يساوي كونستانت يعني خط يوازي محور اكس اوتوماتيكال. خد بالك ان انت لو حسبت الاي اكس هتطلع ام واي على ان بصفر، لو حسبت الاي واي هتطلع ام اكس على ان بقيمه، يعني نقطه احداثيتها صفر وقيمه، يعني نقطه على محور واي. بس باللوجيك عشان يبقى ام واي بصفر لازم ان ايكوفلنت يقطع محور واي. خد بالك بقى ان انا حطيت الان ايكوفلنت ناحيه راس السهم بتاع الام اكس، ليه؟ عشان الان ايكوفلنت انا فرضتها، انا اسف، عشان النورمال فورس كانت كومبريشن، يعني الان ايكوفلنت كومبريشن تقع بين راسي السهمين، ما فيش راسين سهمين، يبقى تقع ناحيه راس السهم وخلاص. اوكي؟ في اي اسئله في اللي انا بقوله ده يا شباب؟ في اي لخبطه حصلت لكم؟ طب سامعني؟ يا منة أيوة. يا أحمد، احنا سامعين، احنا تمام، سامعين، الحمد لله. طيب أتمنى إن أنتوا تكونوا يعني الصورة واضحة بالنسبة لكم. احنا بنستعرض دلوقتي السبيشال كيسز، أكيد السبيشال كيس الجاية اللي هي تبقى N و M Y، أوكي، يعني الـ M X بصفر، أكيد من وأنا مغمض يبقى نيوترال أكسس موازي لمحور Y. تاني انا خدت المعادله اهي، الام اكس بصفر طار الترم، ده بيساوي صفر، يبقى ده اكس انترسبت، طلعت الاكس انترسبت بتساوي رقم وخلاص. انا بس كتبت القانون عشان اقول لك يا اما هتستخدم الفورمولا اللي احنا وصلنا لها، يا اما هيطلع لك رقم وخلاص. ما هو الان قيمه والاريا قيمه والام اكس بقيمه والاي واي بقيمه، لو انت عوضت الحاجات دي بقيمه تطلع اكس بتساوي رقم. لو انت حافظ الصوره دي اللي هي ناقص اي سكوير واي على الاي اكس زي الفل، هتخش ترزع من غير ما تستخدم المعادله، لو انت مش حافظ هتستخدم المعادله وهتطلع اكس انترسبت برقم. الفكره بقى كلها فين هنا؟ وانا بوقع بقى، تمام؟ يعني عندي انا فرضت الان تنشن في الحاله دي. انا فرضت الان تنشن. اوكي؟ طيب وفرضت الام واي اتجاهه كده. يبقى ان ايكوفلنت، ما انا ما عنديش ام اكس، لازم تقطع محور اكس. طبعا لو انت حسبت الاي واي اللي هو البعد عن اكس، اي واي بيساوي ام اكس على ان، يعني بيساوي صفر. طالما الاي واي بيساوي صفر يعني الان ايكوفلنت يقع على محور اكس. خلاص خلصنا من دي. اوكي؟ هاي. ليه انا حطيته ناحيه الشمال؟ لان انا افترضت ان النورمال فورس تنشن، احنا قلنا ان تقع بين راسي السهمين لو كانت كومبريشن، ودين ذيلي سهم العزوم اذا كانت تنشن. يبقى هي هتقع ناحيه الديل عشان ما عنديش انا ام اكس وام واي، عندي ام واي اونلي. يبقى نيوترال اكسس في الربع المقابل لها. يعني لو الاي اكس ناحيه الشمال يبقى الاكس انترسبت ناحيه اليمين. اوكي؟ حطيت بقى نيوترال اكسس اهو قاطع القطاع، ما دام النيوترال اكسس قطع القطاع يبقى انا عندي ناحيه شد وناحيه ضغط بالتاكيد. انا عندي ناحيه شد وناحيه ضغط بالتاكيد. يبقى اف 2 اف 1 انا اسف بتساوي زائد ان على ايه؟ عشان انا فرض النورمال فورس تنشن نقطه واحد او مجموعه ما لا نهايه من النقط اللي هي عند واحد كده، الخط ده كله هتبقى ناحيه ديل السهم بتاع الام واي، يبقى زائد ام واي على اي واي في الاحداثي اكس بتاع النقطه واحد. الاحداثي اكس بتاع النقطه واحد بيتقاس من محور واي دايما. الاحداثي اكس بتاع النقطه 2 ماليش دعوه بالنيوترال اكسس، ماليش دعوه باي حاجه ثانيه، انا بقيس كل الابعاد بتاعتي من محور اكس ومحور واي. طيب نقطه 2 النورمال فورس تنشن، يبقى الترم ياخد زائد، ماليش دعوه النقطه دي فين، كل النقط هتاخد زائد. نقطة 2 اهي او ما لا نهاية من النقط دول ناحية راس السهم بتاع الام واي، يبقى هتاخد ناقص، وحسب ما انا فارض كده ان نيوترال اكسس قطع القطاع يعني ناحية موجب وناحية سالب، هوقع اف 1 واف 2 كل واحد في ناحية بقى، لان انا افترضت ان اف 1 موجب واف 2 سالب، لما اوصل بينهم لازم يمر بالصفر عند النيوترال اكسس. يبقى تاني نراجع، نورمال فورس اونلي يبقى الاستريس يونيفورم، ام اكس اونلي يبقى نيوترال اكسس منطبق على محور اكس، ان ام اكس يبقى نيوترال اكسس يوازي محور اكس، والواي تمشي بنفس الطريقه، واي اون ام واي اونلي يبقى نيوترال اكسس منطبق على محور واي، ان ام واي يبقى نيوترال اكسس يوازي محور واي. طب الحالتين بقى اللي هي ان ام اكس او ان ام واي، افتكروا كده اول مساله خدناها في الاسترينج اكشن كانت بلين ستراكشر، كانت كاميرا افقيه وعمود راسي. لو انت قطعت في الكاميرا ارجع للمساله دي تاني لو سمحت، هتلاقي طلع عندي ان وام اكس، لما انا قطعت في العمود طلع عندي ان وام واي. يبقى دي الحاله اللي بتقابلنا 90% من حياتنا،
الحاله اللي بتقابلنا 90% من حياتنا اللي هي ان وام اكس او ان وام واي. لما تيجي تصمم اي منشأ هتقطع في اي كاميرا هيبقى عليها ان وام اكس، هتقطع في اي عمود هيبقى عليه ان و ام واي. لو انا شغال بلين اناليسيس، لو انا شغال سبيس اناليسيس هيبتدي بقى يبقى عندي ان وام اكس وام واي اللي هي الحاله العامه، وهتلاقي دي منتشره جدا في اللي هي البلوكس بصفه عامه. يعني لو عندي بلوك اي فاونديشن كده اي منشا في 3 دي هيبقى اللي احنا بنقول عليه ده هو الكيس الدوميننت يعني. تمام؟ طيب عندي بقى ام اكس وام واي، عندي ام اكس وام واي يعني النورمال فورس بصفه. دي حاله ليها ابلكيشن عندنا واضح جدا، ليها ابلكيشن عندنا واضح جدا، لكن خلينا نفترض حاله كده تخيليه ان انا عندي كاميرا ان سبيس ما عليهاش نورمال فورس، عليها قوه في المستوى وقوه عمودي على المستوى. فاكرين ال 3 دايمنشن دي اللي احنا خدناها كانت ثلاث محاور كده؟ اوكي؟ كان دايما بيبقى فيه ام اكس وام واي. لو انا شلت النورمال فورس من اي سيكشن من الثلاثه، لو انا شلت النورمال كان عندي سيكشن اي اي في العمود وسيكشن بي بي في الكاميرا العمودي على الصفحه وسيكشن سي سي في الكاميرا عند الفيكسيشن، وقلنا السترينج اكشن بيساوي رياكشنز عند الفيكسيشن، مش كده؟ لو انا شلت النورمال مثلا من قطاع اي اي، يعني شلت القوه اللي في اتجاه المحور، يبقى القطاع ده عليه ام اكس وام واي اونلي. تمام؟ مثلا يعني فور اكزامبل لو انا شلت النورمال فورس من الكاميرا العمودي على الصفحه هيبقى ما عنديش غير ام اكس وام واي. ممكن تحصل؟ ممكن تحصل، مفيش حاجه عندنا مش ممكن تحصل، ما دام ممكن تحصل لازم ادرسها حتى لو هتحصل مره في المليون. هنا بقى الطريقه اللي احنا بندرس بيها هيبقى فيها شويه مشاكل بالنسبه للطالب. الطريقه اللي احنا بندرس بيها هيبقى فيها شويه مشاكل بالنسبه للطالب. طيب ليه انا بقول كده؟ لانك لما هتيجي تعوض في معادله النيوترال اكسس هتقول ام اكس على اكس في الواي، ام على واي في الاكس بيساوي صفر. لو حطيت اكس بصفر هيطلع الواي بصفر، لو حطيت واي بصفر هيطلع اكس بصفر. عشان كده عملت اللي هي دي اف اند اف اونلي، دي اذا واذا فقط. يعني حطيت اكس بصفر هيطلع واي بصفر، حطيت واي بصفر هيطلع اكس بصفر. يعني انا عندي نقطه واحده بس على النيوترال اكسس. طب ماثيماتيكالي كنا بنحل المشكله دي ازاي؟ كنا بنقول طب انا هجيب نقطه وزاويه، يعني انا ممكن ارسم الخط بنقطتين او بنقطه وزاويه. يعني كل الكلام ده مر علينا بقى في مراحل متقدمه جدا من التعليم، يعني مش اعدادي هندسه، يعني قبل كده بكتير. فتان السيتا بتساوي ايه بقى؟ بتساوي الواي على الاكس. احنا متعودين ناخد سيتا مع الافقي. لو انت دخلت هنا قسمت الواي على الاكس هيروح ده رايح الناحيه الثانيه، يعني هيساوي ناقص الام واي على اي واي مقسوم على الام اكس على الاكس. ارجوكم هذا الكلام لا يحفظ يا جماعه، ما تحفظوش الصوره بتاعه ام واي على اي واي على اي واي وام اكس على اي اكس وان على اي على ام اكس على اي اكس وان على اي على ام واي على اي واي. استحاله هتحفظها يعني الصوره دي سهله الحفظ جدا لو انت حليت. ليه؟ لانه الاكس انترسبت بعد عن محور اكس، الاي اكس بعد عن محور واي، الاي اكس والاي سكوير واي ده المهم نصف قطر مربع نصف قطر قوس ذاتي حول محور واي. فالثلاثه قيم ريليتد لمحور واي، وانا عارف ان الاكس انترسبت والاي اكس دايما عكس بعضهم، فدايما ببقى عارف ان هم مرتبطين مع بعض في المعادله دي. ما احنا دايما بنقول ايه؟ النيوترال اكسس في الربع المقابل ان ايكوفلنت، يعني دايما اي اكس واكس انترسبت عكس بعض واي 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 انترسبت عكس بعض. يبقى عارف دايما ان الاكس انترسبت عكس الاي اكس. مين اللي يجي معاهم بقى؟ اكس انترسبت بعد عن محور واي، اي اكس يبقى يجي معاهم الاي سكوير واي. فحتى الصوره المحفوظه دي ليها لوجيك. ولو انا نسيت الحفظ ارجع للمعادله الاصليه، ما احفظش بقى صوره ثانيه منيله ب 60 نيله زي دي كده. كتير من الطلبه قاعد يحفظ ام واي على اي واي مقسومه، يا سيدي لا، اكتب معادله النورمال النيوترال اكسس بتساوي صفر. اوكي؟ انت عارف ان دي معادله ما دام ما فيش جزء مقطوع، ما فيش ابسولوت فاليو، يبقى ده خط مستقيم يمر بنقطه الاصل بالاوريجن. وتقول كمان هستخدم تاني السيتا، تاني السيتا بيساوي ايه؟ ده خط مستقيم يمر بنقطه الصفر، يبقى واي على اكس. ما هو تاني الزاويه بيساوي دي واي باي دي اكس. الحاله الخاصه لو خط مستقيم
باخد فرق الوايات على فرق الاكسات عند اي ما بين اي نقطتين. لو خط مستقيم يمر بنقطه الاصل يبقى اي احداث واي على اي احداث اكس، لانك هتقول واي ناقص صفر على اكس ناقص صفر، انت هتاخد النقطتين اي نقطه والصفر. فعشان كده احنا متعودين نقول اللي هي الفيري سبيشال كيس، لما تسال طالب تقول له تان سيتا بيساوي ايه يقول لك واي على اكس، المقابل على المجاب، ده الفيري سبيشال كيس، ده خط مستقيم يمر بنقطه الاصل. اوكي، فبليز ما تحفظوش هذا الكلام. طب هرسمه ازاي؟ ما هنا بقى المشكله بتاعتي انا، مش انا مش عايزك تحفظ، انت القيمه جت هوقع النيوترال اكسس ازاي؟ بص يا فندم ركز معايا، احنا كنا بنقول ايه؟ ان ايكوفالنت هتقع بين راسي السهمين يا بين ذيلي السهم، شايفين الهام؟ هفترض ان النورمال فورس موجوده وكمبريشن هتقع بين راسي السهمين. اوكي؟ انت لو حسبت الاي اكس هتطلع ايه؟ يعني طب هقولها بطريقه ثانيه، مش بطريقه ثانيه، هقول حاجه وبعدين هقول اللي انا عايزه. لو ان ايكوفالنت قريبه، احنا اتفقنا ان الاكس انترسبت والاي اكس الواي انترسبت والاي دايما عكس بعض، لو ان ايكوفالنت قريبه يبقى نيوترال اكسس بعيد، هيبقى في الربع الثالث. يعني لو انا افترضت ان ايكوفالنت كومبريشن هتبقى في الربع الاول، يبقى نيوترال اكسس في الربع الثالث. كل ما ان ايكوفالنت تبعد كل ما النيوترال اكسس هيقرب، كل ما ان ايكوفالنت تبعد كل ما تتقرب. لو انت حسبت الاي اكس والاي واي في المساله دي، الاي اكس بيساوي ام واي على ان، يعني قيمه على صفر بما لا نهايه، ولو حسبت الاي واي هتطلع ام اكس على ان بما لا نهايه، يعني معناها ان النورمال فورس موجوده في ما لا نهايه. يعني لو انا افترضت ان النورمال فورس كومبريشن موجوده بين راسين السهمين، لو النورمال فورس موجود في ما لا نهايه، احنا قلنا ايه؟ النيوترال اكسس دائما ياخد في الربع المقابل، وعكس ها عكس اوبوزيت تو النيوترال الان ايكوفالنت، عكس ما لا نهايه ايه؟ يعني واحد على ما لا نهايه بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. دي سهل قوي اثباتها، واحد على ما لا نهايه يعني واحد مقسوم على رقم مقسوم على صفر، الصفر مقام مقام يطلع بسط، يبقى واحد على ما لا نهايه بيساوي صفر. يبقى طالما ان ال n equivalent في ما لا نهايه عكس ما لا نهايه يساوي صفر، يبقى النيوترال اكسس هنا هيمر بنقطه الصفر، وانا عارف انه هيمر بنقطه الصفر. الفكره بقى ايه؟ ان لو n equivalent بين راسين السهم يبقى النيوترال اكسس في الربع الثالث، لو ان ايكوفالنت في ما لا نهايه يبقى النيوترال اكسس ميله كده، لو شد هتبقى موجوده في الربع الرابع يبقى النيوترال اكسس موجود في الربع الاول، لو ان ايكوفالنت بقت في ما لا نهايه يبقى النيوترال اكسس مر بالصفر. يعني عايز اقول ايه؟ ان ايكوفالنت يا بين الراسين يا بين الدلين، يعني النيوترال اكسس لازم يبقى مايل الميل ده، مش ممكن يبقى مايل ويعدي بين الراسين، مش ممكن يعدي بين الراسين ابدا. والكلام ده قاعده عامه، يعني انت لو لقيت نفسك بترسم النيوترال اكسس مار كده بين الراسين او حتى مايل كده، يعني لما تيجي تحركه للصفر تلاقيه بين الراسين، اعرف انك رسمته في الاتجاه الغلط. ان ايكوفالنت يا بين الراسين يا بين الدلين، يعني لو ان ايكوفالنت في الربع الاول هيبقى النيوترال اكسس في الربع الثالث، لو ان ايكوفالنت في الربع الثاني هيبقى النيوترال اكسس في الربع الرابع، والعكس امشي بقى لف عليه. يبقى مش ممكن ابدا يبقى ان ايكوفالنت بين الراسين والنيوترال اكسس برضه معدي بين الراسين، ما ينفعش. عشان كده قلت لك النيوترال اكسس نيفر باسز بتوين مومنتس ارز، يعني ايه؟ يعني استحاله يعدي المنظر ده. اتمنى الهند تكونوا شايفينه، شايفين الصفر اهو ويعدي بين الراسين، لازم يبقى ما بيعديش بين الراسين. ده مش بس في حاله الام اكس والام واي، لا ده في اي حاله من الحالات. طبعا لو انت رسمت النيوترال اكسس تاني، انا خدت له موازي جاب ابعد نقطه واحد، خدت له موازي جاب ابعد نقطه في الاتجاه الثاني اثنين، طبعا النيوترال اكسس قطع القطاع يعني ناحيه تنشن ناحيه كومبريشن، الاف واحد بين الراسين يبقى ناقص ام اكس على اكس في الاحداث واي واحد ناقص ام واي على واي في الاحداث اكس اكس واحد، انا اسف. تمام، نقطة 2 بين الدلين يبقى زائد ام اكس على اكس في الاحداث واي 2 زائد ام واي على اي واي في الاحداث اكس بتاع النقطة 2. اوكي، في أي مشاكل في اللي أنا قلته؟ لا تمام يا دكتور لحد دلوقتي. طيب الحمد لله، دي كلها سبيشال كيسز، دي كلها سبيشال كيسز أقدر أستنتجها من الحالة الأصلية. يعني المسألة الأولى فيها 5 كيسز، 5 كيسز برضو
عشان يعني انتوا تو ريفريش القصه بتاعتكم، اوكي، ان انتوا تبقوا تعرفوا تربطوا او تخرجوا، انا اسف بمعنى اصح، من الحاله العامه للحاله الخاصه. طبعا يعني الواحد كل تفكيره وهو بيشرح المحاضره انا عايز اقوم اعمل شاي، انا عايز اقوم اعمل نسكافيه. فطبعا اكيد الشعور ده عندكم كلكم، يعني المسلمين على الاقل، يعني المسيحيين بقى يتضامنوا معانا وما ياكلوش وما يشربوش. انا مش شايفكم، بس عاطفيا كده خليكم معانا، خليكم معانا وقولوا احنا دكتور بهاء مش عارف يشرب حاجه وزمايلنا، فاحنا كمان مش هنشرب. مش الدرجات يعني، انا بهزر يعني، بس عموما لما كنا بنخرج بنفطر مسيحيين ومسلمين، كان كتير من المسيحيين يتضامنوا ان هم يصوموا صيام انقطاع، وده موجود طبعا عند المسيحيين برضه، اللي هو بيصوموا فتره من اليوم انقطاع وبعدين يكمل بالزيت، يعني بيبقى عمليه قاسيه جدا، يعني في ناس كتيره متدينه بتبقى عايزه كمان تشد على نفسها اكتر. لو في حد مسيحي كونكتد معانا وعايز يصلح لي، انا يصلح لي، بس لا، انا اعرف اصحابي كتير بيصوموا انقطاع مثلا لغايه الساعه 3 بعد الظهر وبعدين يكمل زيت يعني. وعلى فكره صيام الزيت ده صيام صعب جدا، يعني اسالوا اي حد مسيحي هيقول لكم قد ايه الصيام ده صعب، لما تقعد كده، في ناس بيصوموا ال 40 يوم وال 50 يوم، يعني لما تقعد كده تاكل كل حاجه بالزيت للمده دي كلها، فعلا بيحصل انهيار عصبي وجسدي وكل حاجه. فيعني كل صيامه له صعوبته، وزي ما بقول في ناس بيضيفوا كمان صعوبه على الصيام بتاع المسيحيين، انه يعملوا انقطاع كمان بالمره عشان يعني ياخد ثواب اكتر، يعني او يعني بيبقى نوع من تهذيب النفس اكتر. لكن انا الصيام بحبه لانه بيخلي الواحد يضغط على نفسه ويعمل حاجات، يمتنع عن حاجات كتير قوي بيحبها، ده فيها تهذيب للنفس البشرية قوي جدا، يعني ان انت تبقى عايز تاكل تشرب، كل شهوات الدنيا بتتوقف خلاص، انت بتتوقف عن كل شيء sacrificing. فالصيام في المعنى بتاعه جميل جدا، يعني انه كمان تدريب عنيف للبني آدم ان هو يمتنع عن الحاجة اللي بيحبها، يعني دي مش سهلة خالص، يعني دي مش سهلة خالص، يعني احنا بنتحول كلنا كده لكتيبة صعقة اترمت في الصحراء، خلاص مفيش اكل مفيش شرب، وعيش يا باشا عيش لغاية ما يجي المغرب، اتصرف، اضغط على نفسك واقرص على، لما يجي المغرب هنبعت لك حاجة. فدي حاجة طبعا انا بحبها قوي، لانها بتمرن الواحد، زي ما انت كده بتروح الجيم وتتمرن انك تشيل اكتر، ايه اللي بيحصل؟ بتتعب جامد. او الواحد نازل يجري بيتعب، لو واحد جري 10 كيلو بيرجع مقتول، بس بيرجع سعيد ان هو ضغط على نفسه وقدر ان هو يجري المسافه دي كلها. فالصيام الواحد بيضغط على نفسه جامد قوي، يحرم نفسه من كل الشهوات، ده تدريب قوي جدا جدا جدا، بيفيد بقى بعد كده خشوشينه فان النعمه لا تدوم، شوشينه فإن النعمة لا. أنا عن نفسي مثلا مش مقتنع بحكاية إيه عشان تحس بالفقرة، طب ما الفقرة بيصوموا يعني والفقرة ما بيصوموش، يعني أنا حسيت بالفقرة، طب الفقير عايز يحس بإيه؟ قصة مش كده خالص، يعني قصة أكبر من كده، القصة هي طاعة لربنا في وجهة نظري يعني. وفي نفس الوقت أنا بالنسبة لي أنا تدريب لنفسي أنا قوي جدا، إن فعلا الواحد بيبقى متضايق وتعبان ونفسه ياكل ويشرب، وعلى الاقل انا بالنسبه لي كوبايه ميه في المحاضره دي مهمه جدا، يعني ريقي بينشف والله، بس خلاص بقى هنقرص على نفسنا ونكمل اليوم. وعلى فكره انا عندي بعدكم ساعتين تانيين محاضرات، عشان بس تبقوا عارفين ان احنا برضو يعني مضطرين نشتغل في رمضان وبنعاني زيكم بالظبط. طيب احنا اتعلمنا في المحاضره اللي فاتت المساله الدايركت اللي قدامكم دي، مسألة indirect. أنا دايما بقول للناس تعبير كده، إن المسألة تيجي بوشها أو تيجي بظهرها، أنت حضرتك ماشي بوشها، أنت مالكش دعوة، المسألة جت عدلة جت معوجة، أنت ماشي عدل، أنت ماشي عدل، أوكي؟ تمام. طيب هنا المسألة بتقول إيه؟ Find the maximum uniform distributed load W time permit
which the beam can carry so that the maximum tensile and compressive stresses do not exceed 1600 and 1400 kilogram per centimeter square respectively. Beam section is a standard I beam number 320. ستاندرد اي بي بتتكتب كده اس اي بي، ودي اللي كانت موجوده عندكم في الاساينمنت بتاع البروبرتيز اوف اريا. وخد بالك ان ممكن قطاع الكاميرا يبقى ستاندرد اي بيم، او ممكن يتكون من اي بيم وبليت، او ممكن يتكون من اثنين اي بيم وتو بليتس، وات ايفر از. الكلام ده كله هتتعلموه في الستيل، لكن عادي جدا انك تلاقي كاميرا مثلا تغطيه عربيات مثلا واقفه قدام اي بيت او قدام اي شركه، فتبص تلاقي الكاميرا اللي شايله السقف على شكل اي بي او على شكل تشانل وات ايفر بقى، او على ماسوره كده، يبقى قطعها رينج سيكشن. طيب هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي بص يا فندم، الكاميرا اللي قدامك دي عليها حمل اهو، انا عايز اكبر حمل تقدر تشيله الكاميرا دي، بحيث ايه بقى الاستريسز ما تزيدش عن 1600 و1400. اي مساله في الدنيا هو عايز الماكسيمم لود، يبقى انا لازم اروح ادور على القطاع اللي عنده ماكسيمم مومنت وماكسيمم نورمال. مش انا بتكلم على نورمال استريسز، يبقى اول حاجه في المساله عملت ايه؟ رسمت النورمال فورس دايجرام ورسمت البندنج مومنت دايجرام. مفيش اي قوه في اتجاه المحور، يبقى النورمال فورس بزيرو. اوكي، في ديستريبيوتد لود على المساله دي، يبقى المومنت في الاول بصفر، في الاخر بصفر، وفي النص ماكسيمم دبليو ال سكوير على الثمانيه. يبقى اسوأ قطاع في المساله دي اللي هو مين؟ اللي هو في النص. عشان كده ده بنسميه كريتيكال سيكشن. انا قلت از ات ميد سبان. ميد سبان يعني متوسط البحر، يعني متوسط. احنا قلنا السبان لو تفتكروا عرفناه في سنه في الترم الاول، اللي هي المسافه بين السبورتس، ديستنس بتوين سبورتس، ده بنسميه السبان. سبان بالعربي سبان يعني بحر، سبان يعني بحر، ما فيش اي مش ترجمه حرفيه. فواضح تماما ان كلنا يعلم ان النقطه اللي عند او السكشن اللي عند المنتصف هو اللي عنده اكبر مومنت. ما هو انا عايز اجيب اكبر استريس في الكاميرا، عايز اجيب اكبر استريس في المقطع، يبقى انا الاول لازم ادور فين السكشن اللي عنده ماكسيمم سترينج اكشن، وبعدين اخش اخد الماكسيمم سترينج اكشن اجيب ماكسيمم ستريس في القطاع. يبقى النقطه اللي انا هجيبها ده الماكسيمم كومبريشن في المنشا، في الكاميرا كلها. انا خدت اكبر مومنت في هذه الحاله، وحسبت اكبر ستريس كومبريشن واكبر ستريس تنشن. يبقى اكبر ستريس تنشن اكبر ستريس ده اكبر ستريس في المنشا كله، كومبريشن وتنشن هو ده. انا يهمني ان اكبر اجهاد في المنشا يبقى اقل من الاجهاد ال 1600 في حاله التنشن وال 1400 في حاله الكومبريشن. يبقى الاول عشان كده بنرسم انترنال فورسز. طبعا هنا انا اخترت السكشن ده، طبعا هنا كريتيكال سكشن، اوعى تفهم ان هو اتس وان كريتيكال سكشن، نو نو نو. ممكن يبقى عندي سكشنين وثلاثه اجربهم. لما تيجي تصمم فريم ما هو سكشن واحد اللي انت هتاخده في الاعتبار، انت هتاخد خمسه سته سكشنز. اوكي، وبالتالي عايز تشيل من مفهومك ان هو كريتيكال سيكشن، لا هو كريتيكال سيكشنز، هو كريتيكال سيكشنز. ممكن يكون في اكتر من قطاع انت مضطر تعمل تشيك عندهم على الاستريس لانك مش متاكد. يعني ادي اكزامبل دايما بدي، اللي هو عندي قطاع عليه مومنت كبير قوي ونورمال صغير، وقطاع عليه نورمال كبير قوي ومومنت صغير، مين فيهم اللي يدي ستريس اكبر؟ ما اعرفش، هضطر اعمل تشيك على ده وتشيك على ده. يبقى دايما اي قطاع حضرتك هتشك ان هو هيدي ماكسيمم لازم حضرتك تعمل عليه تشيك. طيب حلو الكلام، اتمنى ان يكون حلو. ماكسيمم مومنت بيساوي كام؟ دبليو ال سكوير على 8. لو انا سميت محور اكس افقي كالمعتاد، اكس هيبان نقطه، يبقى المومنت اللي على الكاميرا دي ام اكس. طيب المومنت ده بيلف ازاي؟ ما هو مرسوم تحت اهو، يبقى ديل السهم تحت وراسه فوق، يبقى دبليو ال سكوير على 8. الدبليو هو المجهول بالنسبه لي، في ال سكوير يعني 4 سكوير على 8 طلع 2 دبليو متر طن، الشد تحت والضغط فوق، الشد تحت والضغط فوق.
انا بس بفكر ليه الباوربوينت ما اشتغلش. طيب واضح تماما في المساله دي ان النورمال بيساوي صفر، وده بلين ستراكشر، يبقى الام واي بيساوي صفر. على فكره من الصفحه اللي قبل اللي فاتت اللي هو بدايه المحاضره، احنا قلنا لو ام اكس اونلي يبقى نيوترال اكسس منطبق على محور اكس، يبقى انا اوتوماتيكالي بقى مش عايز اقعد اثبتها تاني، النيوترال اكسس منطبق على محور اكس لو خدت موازي ابعد نقطه في الاتجاه ده اللي هي واحد، وابعد نقطه في الاتجاه الثاني اللي هي اثنين. انا حددت اتجاه السهم ازاي؟ ما هو المومنت بيلف ديل السهم لتحت. طب ما انا راسم المومنت تحت اصلا، يعني معناها ان الشد تحت، يبقى ديل السهم تحت. ام اكس دايما بتوقع بخط راسي، يبقى الماكسيمم مومنت اللي انا حسبته ده، الماكسيمم مومنت اللي انا حسبته ده هو يمثل بالنسبه للكاميرا ام اكس. هايل. طب عايز احسب بقى الاستريس عند نقطه واحد، استريس عند نقطه واحد 2 دبليو اللي هي الام اكس على الاي اكس جيفن، خلاص اللي هي 1000 12150 اللي هي يعني انا بفضل اقولها 12150 في الاحداثي واي. الاحداثي واي بكام؟ ارتفاع للشانل 32 مللي، يعني 320 مللي، يعني 32 سنتي، يعني الاحداثي واي اللي هو 32 على 2 ب 16، يبقى ضربت في 16. هو بيقول لي التنشن ما يزيدش عن 1600، انا سويته ب 1600. طيب ال 2 دبليو ده متر تان، الانيرشيا بالسنتي، البعد ده بالسنتي، الاستريس بالكيلو جرام بير سنتيمتر سكوير. يبقى اسهل دايما ان انا احول المومنت، اسف، اسهل دايما ان انا احول الميتر لسنتي والمتر والطن لكيلو جرام. دايما عود نفسك على كده، دايما ان انا اخد المتر اضربه في 100 اسهل ما اخد السنتي اقسمه على 100، خصوصا لو السنتي ده موجود في المقام. يعني مثلا فور اكزامبل المقام الاي اكس سنتيمتر اس 4، انت عشان تحوله هتقسمه على، هتقسمه على كام؟ على 100 اس 4، هتقسم على، يعني هتروح ضارب فوق، متخيل انت عشان تحول ده لمتر اس 4. فدي بتلخبط الطلبه جدا. الافضل مليون مره ان انا ايه، لو انا ضربت المومنت ده متر طن، لو ضربت المتر في 100 وضربت الطن في 1000، يبقى ده تحول الى ايه؟ الى سنتيمتر كيلو جرام. 100 في 1000 التحويله الشهيره جدا اللي هي ال 10 اس 5. يبقى ال 10 اس 5 دي بتيجي منين؟ من التحويله بتاعت انا هضرب المتر في 100 بقى سنتي، وهضرب الطن في 1000 بقى كيلو جرام، يبقى 100 في 1000 يعني 10 اس 5. دي من التحويلات الشهيره جدا، لان احنا متعودين في الخرسانه بالذات نشتغل المومنت بالميتر طن، لكن وانا بعوض الاستريس بيبقى بالكيلو جرام بير سنتيمتر سكوير. فدايما متعودين ان احنا بعد ما بنجيب المومنت بنضربه في 10 اس 5، بعد ما بجيب النورمال فورس انا عايز احولها كيلو جرام، يبقى اضربها في كام؟ في 10 اس 3. دي التحويلات المشهوره، 10 اس 5 ده من التحويلات المشهوره جدا. حتى لما الدنيا قلبت لنيوتن ومليمتر بقينا نضرب في 10 اس 6، يعني احسب كله بالميتر تون، وانا بعوض في القانون لو الاستريس الالاوبل ده نيوتن للمليمتر مربع، يبقى هضرب في 10 اس 6 اذا الذاكره لم تخني يعني. لكن احنا من المدرسه القديمه اللي متعودين على الاستريس بالكيلو جرام بير سنتيمتر سكوير، مش بالنيوتن بير مليمتر. وعلى فكره في المكاتب ناس كثيره جدا شغاله لغايه دلوقتي كيلو جرام وسنتيمتر سكوير، ما حدش عايز يروح للنيوتن والمليمتر زي ما حتت كثيره جدا حولت. لا، مهندسين كثيره جدا لا، كافيين خيرهم شرهم، مش عايزين يروحوا للنيوتن والمليمتر، هو متعود على الكيلو جرام والسنتيمتر ويشتغل بالكيلو جرام والسنتيمتر. هيطلع قيمه للدبليو واحد، انا خلاص بقت انا ظبطت كل الوحدات بقت كيلو جرام سنتيمتر، هيطلع الدبليو واحد مثلا في هذه الحاله، مش مثلا، هيطلع 6.075 طن بير متر. طيب لو انا عوضت عند اف 2 هيبقى نفس المعادله، هي ال 2 دبليو في 10 اس 5 على، الفرق الوحيد ان نقطه 2 ناحيه راس السهم اديتها اشاره سالب، هو بيقول لي الكومبريشن ما يزيدش عن 1400 فسويته بناقص 1400. طبعا كان ممكن ما احطش الناقص والناقص، او احط الناقص والناقص في الاخر، هيطلع الدبليو 2 ب 5.315 طن بير متر. طب اخد انهي واحده؟ الكبيره ولا الصغيره؟ او زي ما ناس بيقولوا المتوسط؟ طبعا للاسف طريقه كتابه المحاضره سيئه جدا، ان انا كتبت ان الدبليو ماكسيمم بتساوي السمولر اوف دبليو 1 اند دبليو 2، يعني في الحاله دي بتساوي الدبليو 2 يعني بتساوي 5.315 طن بير متر.
في اي حد عايز يعقب على ان احنا خدنا الدبليو ماكسيموم هي اللي سمولر؟ طيب يعني اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين احنا ليه. هنا المنطوق خادع شويه. هو بيقول لي ايه؟ ذا ماكسيمم لود ويتش دريم كان كاري. هو مش بيقول ماكسيمم لود على الاطلاق، مش بيقول لك مين الكبير، لا بيقول لك اكبر واحد تقدر تشيله بكام. فانا دايما بدي للناس مثل بسيط جدا، دايما بدي للناس مثل بسيط جداً. بقول لهم ايه؟ بقول لهم مثلا انا معايا احمد ومنى. منى تقدر تشيل 60 كيلو. احمد يقدر يشيل 50 كيلو. اكبر حمل يقدر يشيله الاثنين مين؟ لو انا عايز امشي حمل يشيلوه الاثنين مين؟ ال50. يبقى انا واثق ان احمد سيف وفي نفس الوقت منى تقدر تشيله يبقى سيف. انما لو انا خدت ال60 منى هتشيل ال60 واحمد مش هيشيل ال60، يبقى ده بالنسبه لنا وضع انصيف. يبقى لو انا عايز امشي هنا اكبر حمل في الاثنين دول يقدر يشيلوه احمد ومنى ال50. بالنسبه لي مهمه، مش بالنسبه، انا مش بقارن ال50 بال60، انا بقارن بالنسبه للي هيشيل اكبر حمل تشيله الكاميرا مين. وده ما كنت بقول للناس المثل ده المشهور قوي بتاع عيش ندلة موت مستور، طبعا يعني مع تطبيقه ومع احترامي الكامل يعني في كلام كتير يتقال في هذه النقطه، لكن بص، ما هو انهي الاحسن للكاميرا، تشيل حمل كبير ولا تشيل حمل صغير؟ اكيد تشيل حمل صغير، ده الاحسن للكاميرا، يبقى انا هاخد صغير. انهي الاحسن للكاميرا، ان عمقها يبقى كبير ولا عمقها يبقى صغير؟ اكيد لو عمقها كبير هتشيل اكتر، يبقى مساحتها اكبر. يبقى دايما لما هيجي يكلمني على لود هيقول لي ماكسيمم لود ويتش كان كاري، وانا اخد الصغير. لما هيجي يكلمني مثلا على ابعاد القطاع يقول لي مينيمم ديبث للكاميرا. شو العكس بقى، انا هاخد اكبر ديبث. يعني لو انا كنت مخبي الاتش دي عنك مثلا، بقول لك هات الاتش بحيث الاستريس ما يزيدش عن كذا. اوكي، هنا بقى في السعادي لازم تحط نفسك مكان الكاميرا. مين اللي يشيل اكتر، الكاميرا اللي عمقها اكبر ولا الكاميرا اللي عمقها اقل؟ اكيد اللي يشيل اكبر الكاميرا اللي عمقها اكبر، يبقى انا هختار اكبر عمق للكاميرا. الاستريس خد بالك، بص، فوق اللود وتحت المومنت اوف انرجي او البروبرتيز اوف اريا، مش كده؟ يعني فوق الاسترينج اكشن تحت البروبرتيز اريا. دايما انا عايز عشان يطلع الاستريس صغير، يبقى دايما انا هاخد الصغير اللي في المقام اللي في البسط، انا اسف، في النومينيتور، والكبير اللي في المقام اللي هو الدينومينيتور. اوكي تمام. طب ال 1600 ال 1400 دول يعتمدوا على ايه؟ يعني انا بقول لك الماكسيمم تنشن والماكسيمم كومبريشن ما يزيدش عن القيم دي، دول يعتمدوا على ايه؟ في الانترودكشن بتاع الكورس، انا بدي فرصه انكم تفكروا يعني، وفي الانترودكشن بتاع النورمال ستريسز قلنا هي القصه كلها ايه؟ ما انا يا بعمل ديزاين يا بعمل تشيك اوف ستريسز. الديزاين يعني ايه؟ انا بقول اف بيساوي ان على ايه؟ افتكروا كده، هتلاقوني اديته في اول صفحه في الكورس، اف بيساوي ان على ايه؟ تمام. الاف دي بتعتمد على ايه؟ على نوع الماده المستخدمه. يعني انا بقول ان في ماده بتشيل 1600 و1400 كيلو جرام في الشد والضغط، ده يعتمد على نوع الماده. الارقام دي جايه منين؟ من المعمل. الارقام دي جايه من المعمل، بعمل اختبار بحدد اجهاد الكسر وبيتاخد فيه معامل امان طبعا. فدي الارقام اللي انا ممنوع اتخطاها، اللي انا ممنوع اتخطاها. اوكي، دي الارقام اللي انا ممنوع تعتمد عليه على نوع الماده. يعني ما ينفعش ارسم 1600 و1400 اوصل بينهم، ما ينفعش، ما هواش الاستريس الحقيقي اللي في القطاع ده. الاجهاد متعلق بنوع الماده المستخدمه. طب انا شغلتي ايه؟ يا اما اخد واحد منهم واصمم عليه، يا اما ممنوع اي اجهاد عندي يزيد عن القيمتين دول. يعني اكبر اجهاد شد في المنشأ بتاعي ما يزيدش عن 1600، واكبر اجهاد ضغط ما يزيدش عن ال 1400. يعني انا بالتبعيه هنا لما هخش على المساله دي، تعال نشوف كده. تخيل ان انت اتلخبطت واخترت الكبيره اللي هي 6، هاخد ال 6 واعوض بيها في تحت هنا، يعني هيبقى 6.075 في 10 اس 5 على 12، هتطلع اكبر من 1400. يبقى معناها انه ما ينفعش، هيبقى معناها ان القطاع انصيف.
يبقى حتى لو انا اتلخبطت وقررت ان انا اخد الكبيره، حتى لو انا اتلخبطت وقررت ان اخد الكبيره، عوض بيها في الاف الثاني. لو طلعت اكبر من 1400 يبقى انت اخترت الدبليو الغلط، لو طلعت اقل من 1400 انت اخترت الدبليو صح. لكن طبعا لو انت خدت الخمسه وعوضت بيها هنا، ده مش هيطلع 1600، ده هيطلع 1400 الا شويه، هيطلع 1399، يعني اقل من 1600 يبقى سيف. يعني بالتالي انت حافظها صم خلاص، بس حتى لو اتلخبط عمال تقول اخد الكبيره ولا الصغيره، انت اخترت الكبيره ما عنديش مانع، خدها وعوض بيها في الاف الثاني. اذا الاجهاد عدى اللي مسموح بيه في حاله الثانيه اللي هي حاله الكومبريشن، يبقى انت اخترت الغلط، انت اخترت السته هتعوض بيها في اف 2 هيطلع اكبر من 1400، يبقى انت اخترت الدبليو الغلط. انما لو خدت الخمسه وعوضت بيها في اف 1 هيطلع اقل من 1600، يبقى هي الصغيره هي اللي هتمشي على الاثنين. فهمنا ليه بنقول الصغيره؟ لانه بنقول ماكسيمم لود ويتش ذا بيم كان كاري، والالاوبل ستريسز دي ديبندنج على الماتيريال وليست ديبندنج على اللودز اللي موجوده على المساله ولا شكلها، ده على الماتيريال المستخدمه في تنفيذ المنشا ده. اوكي، فانا مش مسموح لي اعدي القيم دي، لكن ما فيش علاقه بين ال 1600 وال 1400، ال 1600 جايه من اختبار شد له بروسيدور وله حتى شكل العينه بيختلف، العينه اللي هي اللي هنسميها السبيسيمن دي بتختلف في الشد غير الضغط. يعني في الخرسانه مثلا احنا شغالين على مكعب في الضغط، وفي الشد بيشتغلوا على اسطوانه، العينه اسطوانه. يعني اللي عايز اقول لك ان كمان يعني ده ممكن شكل العينه، مش بس طريقه الاختبار والبروسيدور بتاعها بيختلف، لا وكمان شكل العينه بيختلف. فقيمه الماكسيمم الاوبل تنشن ملهاش علاقه تماما بالماكسيمم الاوبل كومبريشن، دي جايه من اختبار ودي جايه من اختبار تاني خالص. انما ايه بقى اللي المفروض انا اعمله؟ ان اي اجهاد عندي لا يزيد عن هذه القيم، يبقى اكبر شد في المنشا لا يزيد عن الماكسيمم تنشن، واكبر شد واكبر ضغط في المنشا لا يزيد عن الماكسيمم كومبريشن. طب ما انا عندي الاول المنشا ده في قطاعات كتير، يبقى الاول لازم ارسم النورمال والمومنت، لو انا عايز اجيب نورمال ستريس، احدد القطاعات اللي انا شاكك فيها، اللي انا في هذه المساله فيش اي شك، اكبر مومنت ما فيش نورمال فورس خلاص، يبقى هو اكبر مومنت اللي عنده اكبر نورمال ستريس، ما فيهاش هزار. فاخدنا هو سيكشن واحد بس، عشان كده قلنا كريتيكال سيكشن اللي هو في نص الكامر، حسبنا وطلعنا الماكسيمم دبليو، يبقى الماكسيمم دبليو ويتش ذا كان كاري السمولر اوف. في نقطة تانية بتلخبط الطلب، إنه بعد ما بيقدر من 10 أس 5 يروح مطلع الدبليو دي كيلو جرام لكل سنتيمتر، آسف هذا الكلام خطأ باين. خد بالك ال 10 أس 5 دي أنا حولت مين؟ أنا حولت المومنت، أنا ضربت المومنت اللي هو 100 في 1000 ب 10 أس 5. أنا أي واحدة تعجبك اوكي، بتحسب المومنت، تحسب النورمال، تحسب الشير، تحسب وات ايفر از، ها تمشي عادي خالص خالص خالص. اوكي، لما تيجي تحول بتحولش الدبليو، انت بتحول المومنت في هذه الحاله. اوكي، لكن هتفضل الدبليو تام بير متر، لانك انت بتقول ايه؟ انت بتقول انا عندي مثلا نورمال فورس بخمسة طن، انت ضربت خمسة في 1000 عشان تبقى كيلو جرام، الخمسه دي بقى ايه؟ الخمسه دي كيلو جرام؟ لا، الخمسه ده اتس ا فاليو، اتس ا فيجر، تمام؟ الخمسه دي اللي هي الخمسه طن. يبقى انا بقول لك بقى اللي مضروب في الالف ده وحدته ايه؟ الطن، الخمسه دي وحدتها طن، لما اتضربت في الف بقت كيلو جرام. اتمنى تكونوا فاهمين انا بقول ايه. اوكي؟ يعني انا بقول ايه؟ 5000، خمسه في الف ب 5000 كيلو جرام. ايوه، انا ضربت في الف، انا عايز بقى اجيب اللي مضروب في الالف ده، اللي مضروب في الالف ده اللي هو الخمسه وحدته ايه؟ طن. انا ما عنديش خمسه، انا عندي النون هنا، انا النون ده الان ده ضربته في الف، طب الان ده بكام بقى؟ انا فرضه بالطن يطلع بالطن، انا فرضه بالكيلو جرام يبقى انا فرض، يبقى هيطلع 5000 كيلو جرام لوحده، انت مالكش دعوه بقى خلاص، يعني في الاخر خمسه طن بقى. اوكي، تمام، دول النقطتين بس اللي هم
بيلخبطوا الناس شويه، اللي هو لما اقول دبليو ماكسيمم ماكسيمم لود ويتش ذا بيم كان كاري، انا باخد السمولر من الدبليوز. اعمل حسابك ان هو العكس لو انا بتكلم مثلا على عمق الكاميرا او الاريا بتاعت الكاميرا. طيب دي من المسائل الشهيرة جدا برضو عندنا، موجودة واحدة شبهها جدا في الاساينمنت. اوكي، الفرق الوحيد انا قلت as previous example، يعني كل حاجة زي الاكزامبل اللي فات. الفرق الوحيد هنا ان احنا حطينا الاي بيم على سطح مائل بيمين مثلا بزاوية 30 درجة. طيب ايه الفرق بين دي واللي فاتت؟ ما هو ما زال الماكسيمم مومنت في المنتصف، وما زال قيمته دبليو اسكوير على 8 اللي هي 2 دبليو متر تان ديلو تحت وراسه فوق. امال ايه اللي حصل؟ يعني لما القطاع بقى مايل ايه اللي حصل دلوقتي؟ دي كنت فرصه دقيقه تفكر. طيب بصوا، شوفوا منظر الكاميرا اللي انا راسمها دي. انا بقول الام اكس الشد تحت والضغط فوق، خط راسه الشد تحت والضغط فوق. اكس بقى بتاع الكاميرا اهو، والواي بتاع الكاميرا اهو بتاع السكشن. هل المومنت ده بالنسبه لاكس ام اكس؟ يعني في اللي فاتت اهو الام شد تحت والضغط فوق اكس اهو. الام اكس هنا الام ماكسيمم عمودي على محور اكس، يعني الام ماكسيمم بالنسبه للكاميرا في هذه الحاله ام اكس. الام ماكسيمم بالنسبه للكاميرا في هذه الحاله ام اكس. انما تعالى بقى في الحاله دي، تعالى في الحاله دي اكس اهو والواي اهو، والام اكس الام ماكسيمم راسي شد تحت وضغط فوق. يبقى الام ماكسيمم لا هو ام اكس ولا هو ام واي. طب بلاش، تعالى نقولها بطريقه ثانيه. المومنت ده بيلف حوالين النقطه، النقطه دي يعني محور افقي، مش احنا قلنا ان اكس افقي بيبان نقطه؟ طيب يعني المومنت بيلف حوالين النقطه، يعني بيلف حوالين المحور الافقي مش بيلف حوالين اكس. يعني المومنت ده بيلف حوالين المحور الافقي. المحور الافقي بالنسبه للستاندرد اي بيم ما هواش برنسبال اكسيز، واحنا اتفقنا ان احنا لازم نشتغل على البرنسبال اكسيز. يعني المومنت ده لا هو ام اكس ولا هو ام واي. اوكي، وانا لازم اشتغل على محور اكس وواي. يبقى الحل الوحيد ايه بقى اللي انا اعمله هنا في المساله دي؟ الحل الوحيد ان انا احلل الام اكس الام ماكسيمم لام اكس، وحلل الام ماكسيمم لام واي. فانا عملت ايه؟ عدلت بقى القطاع وحللت. خد بالك ان الام اكس بيتوقع عمودي على محور اكس. طبعا لو قلنا بقى الزاويه دي زاويه ميل الاي بي مع الافقي الفا، يبقى زاويه ميل المومنت مع الراسي الفا، سهل قوي انك تثبتها. يعني حتى لو رسمتها تو سكيل هيطلع لك كده. يبقى انا لو حللت الام ماكسيمم كوساين الفا يديني الام اكس. خدوا بالكم دي غلطه شهيره قوي. الام اكس بيتوقع دايما عمودي على محور اكس، والام واي بيتوقع دايما عمودي على محور واي. يبقى انا لما بحلل الام ماكسيمم في اتجاه محور واي، يبقى ده الام اكس عمودي على محور اكس. ولما حلل الام ماكسيمم في اتجاه محور اكس، يبقى ده الام واي. فانا عملت كده، قلت ام ماكسيمم كوساين سيتا اللي هي ال 1.732 دبليو متر تان، ودي بتعمل عكس ما انا عامل كده. انا اسف، ابقى اصلح السهم ده، ديل السهم تحت وراسه فوق زي ما انا عامل هنا. الاثنين عكس بصراحه، ما شاء الله عليا. هصلحها وابقى احملها تاني. يعني السهم ده عكس اللي انا عامله، والسهم ده عكس اللي انا عامله. ماشي، امري لله، معلش، جل من لا يخطئ. الام ماكسيمم ساين سيتا اللي هي دبليو ميتا، طبعا ساين سيتا بنص يعني، وده جذر مش عارف 3 على الاثنين ولا انا عارف ايه.
لا جذر 3 بس. دي جذر 3 بس، مش مشكلة. ده بكام؟ في كالكيوتر بيحسب. طيب هنا بقى القصة ايه؟ انا عارف ان القطاع ده عليه ام اكس وام واي، يعني نيوترال اكسس بيمر بنقطة الاصل ولا يمر بين الرأسي السهمين، يعني مش ممكن يمر كده بين الرأسين، شايفين الهاند؟ لازم يمر عكس الرصيف اهو. خدت موازي له، ابعد نقطه 2، ابعد نقطه 1، وابتديت اشتغل بقى. قلت ايه؟ ام اكس اللي هي ال 1 بوينت كذا في 10 اس 5 عشان احولها على الاي اكس في 16 اللي هو نص الارتفاع اتش على الاثنين. طب والام واي يبقى زائد برضو لان نقطه 1 بين الديلين، ام واي اللي هي دبليو في 10 اس 5 على اي واي في 6 ونص اللي هو نص البي. احنا هنا اهو ادينا ان الاتش بتساوي 320 ملم، يعني 32 سنتي. البي بتساوي 13 130 ملم، يعني 13 سنتي. يبقى نص البي ب 6 ونص. طبعا جيفن الاي اكس 12 150 والاي واي 3 خمسات، كل حاجه جيفن. الاريا لو احتجتها موجوده برضو. اوكي، يبقى حسبنا عند اف 1 سويته ب 1600، طلع دبليو 1 1.14 تام بير متر. حته تاني نفس الكلام، خد بالك ان نقطه 2 زي نقطه 1 نفس الاحداثيات، الفرق بس ان الترم الاولاني هيبقى ناقص والترم الثاني هيبقى ناقص، ما يزيدش عن ناقص 1400، هيديني الدبليو 2 ب 1 تام بير متر. وهنا هقول ان الدبليو ماكسيمم هتبقى السمولر اوف الدبليو 1 اند الدبليو 2. في أي سؤال في اللي أنا بقوله؟ في أي سؤال في اللي أنا بقوله؟ طيب ده اللي انا كنت بتكلم عليه، اللي هم الخمس قطاعات اهم اللي احنا بنتكلم عليهم. هيبقى اول حاله حطينا نورمال فورس بس بتساوي 24 طن، ان على ايه؟ ام اكس بس، يبقى نور اكسس مطبق على محور اكس. طبعا خد بالك ان ابعاد القطاع هنا 30 في 60 بالسنتيمتر، خد بالك ان المومنت بالمتر طن وده بالطن، يبقى لازم في تحويل هنا مش كده؟ ها، يا اما هتشتغل القطاع بالمتر يا اما هتشتغل المتر تحولها لسنتي، يقوم يطلع الاجهاد طن بير سنتيمتر. على فكره طن بير سنتيمتر سكوير هو عاده يا طن بير متر سكوير يا طن بير متر سكوير يا اما طن بير سنتيمتر سكوير يا اما كيلو جرام بير سنتيمتر سكوير. دول يعني اشهر ثلاث وحدات موجودين. طن بير متر سكوير هتلاقيها موجوده دايما في الفاونديشن، ها، في البلوكس. طن بير سنتيمتر سكوير بيستخدموها بتوع الحديد دايما، وكيلو جرام بير سنتيمتر سكوير بيستخدموها بتوع الخرسانه دايما، لكن ده مش معناها ان العكس وارد، يعني ده مش معناها ان العكس وارد. المهم في الاخر هي فورس بير اريا. طبعا لو انت مشيت كده هتلاقي، شايفين الحاله دي اللي هي فيها مومنت، فيها مومنت مايل كده، لا هو ام اكس ولا هو ام واي، وانا لازم اشتغل على محوري اكس وواي اللي هم البرنسبال اكسيس، يبقى المومنت ده همسكه احله. طبعا المومنت ده اذا دياجونال، يعني من الابعاد، تقدر تقول تاني الزاويه بيساوي 60 على 30 او بيساوي 30 على 15،
تقدر تجيب الميل ده ونحلل المومنت ده لأفقي ورأسي. طيب مسألتين دول كنت بتكلم عليهم جيفن كل حاجة، وده التيبيكال اللي أنا بجيبه في الامتحان. المسألة دي شبه جدا اللي أنا حلتها، بس اللي أنا عايز أقوله لك وأكد عليه إن أكيد النقطة اللي بين الراسين عندها ماكسيمم كومبريشن، لأن أنا واخد الفورس كومبريشن، مرة واخد لك تنشن مرة واخد لك كومبريشن، أكيد النقطة دي. لكن مش هتبقى النقطة دي على فكرة في المسألة دي هي اللي عندها ماكسيمم تنشن. هترسم النيوترال اكسس ان يكون في الربع الثاني، النيوترال اكسس في الربع الرابع، ممكن يمس دي وممكن يمس دي. لو انت راسم تو سكيل هتكتشف انه في المساله دي بيمس النقطه اللي فوق مش النقطه اللي تحت. النقطه اللي فوق دي مش بين ديلين ولا بين راسين، هتاخد ناقص من الترم بتاع النورمال فورس بتاع الام اكس، انا اسف، وهتاخد زائد من الترم بتاع الام 1. اوكي، وهي دي اللي هيطلع عندها الماكسيمم تنشن. يعني هنا انك ترسم النيوترال اكس، نفس الكلام في المساله دي، مش هجيب لك دايما النقطه اللي بين الدليل، وانا مش فاكر، انا مش فاكر، بس مش لازم يبقى النقطه اللي بين الراسين هنا النقطه اللي بين الدليلين هي اللي عندها ماكسيمم تنشن. هل هي النقطه دي؟ مش عارف والله، انا مش فاكر، بس انا بقول لك ان انت اشتغل وشوف النقطه دي هتبقى فين. هنا عندي مساله شبه جدا اللي احنا خدناه، مساله شبه جدا اللي احنا خدناه، الفرق بس ان انا زودت عليها نورمال فورس، وهنا القطاع عباره عن شانل. انت في الشانل بس في حاجه وحيده فاكرين، كنا دايما بندي الاي، يعني انت هتعمل نفس الحكايه، هتجيب المومنت هتحلله مره في اتجاه الواي يبقى ام اكس، ومره في اتجاه الاكس يبقى ام 1. اوكي، هيبقى عندي بقى ان وام اكس وام 1، هعوض عند النقطتين. خد بالك ان مثلا النقطه اللي على الكورنر اللي فوق ده هيبقى احداثيها الواي هتبقى نص الارتفاع، دي ما فيهاش خلاف. الاكس المره اللي فاتت كان الاكس بي على الاثنين وبي على الاثنين، لا انا المره دي الاكس هتبقى عباره عن ايه؟ انا عندي البي وعندي الاي، يعني لو انا كده قلت اللي هي 10 سم و2.5 سم، يعني هيبقى نقطه احداثيها 7.5 سم ونقطه احداثيها 2.5 سم. اتمنى تكونوا فاهمين. اوكي، اللي هو الكاميرا المايله دي خدوا بالكم موجوده في حياتنا جدا جدا. لو عندي سقف مايل وانا عايز اغطيه، فتخيل ان انا عندي فريم سقفه مايل كده، او يعني الكاميرا اللي فوق مايله، لو انا عندي فريم ده كان موجود عندك في الشيت كده فريم زيه، اللي هو بيبقى زي عامل زي الثمانيه كده اللي بالعربي، ها مايل السقف فوق، اللي هو بنسميه بيتش دروف فريم، مش مهم اسمه ايه. لو انت عايز تغطي سقف انت بتحط الكاميرا على الفريم وبتتحمل على الكاميرا اللي بعدها، فالكاميرا لما هتتحط على 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 الفريم المايل هتبقى هي كمان مايله بميل السطح. فده الابلكيشن ده موجود في الستيل، حاجه بنسميها مداد بالعربي او بيرلين بالانجليزي. فوانت بتصمم البيرلين هتلاقي النورمال عليه بصفر وعليه مومنت هتحلله لام اكس وام 1، فهتلاقي فيه من ضمن الدروس كده ديزاين اوف بيرلين. فهنا بقى هيعرفك ان موجود انا عندي غصب عني لما بحط عايز اغطي سقف مايل، فغصب عني بحط الكاميرا على الفريم مثلا المايل، فطبيعي ان الكاميرا هتبقى مايله، يبقى المومنت اللي انت بتحسبه لا هو ام اكس ولا هو ام واي، فهتضطر تحلله مره في اتجاه محور واي اللي هو الام اكس، مره في اتجاه محور اكس اللي هو، وتكمل المساله عادي بعد كده. انا حبيت يعني العب شويه في المساله، يعني المساله في الشيت كانت من غير ال 18 طن دول، 18 دبليو طن، وبعدين جيت في امتحان عايز اجيب نفس المساله، قلت طب ما ازود عليها نورمال، باخد نفس المساله بنفس الارقام نفس كل حاجه، ورحت مزود عليها نورمال فورس. ليه؟ علشان ما تبقاش نفس المساله بالارقام. طب يا عم ايه اللي هتفرق؟ هيبقى عندي ترم ناقص ان على ايه؟ ها زائد ام اكس على اكس في الواي زائد ام على اف اكس، ناقص ان على ايه، ناقص ام اكس على اكس في الواي ناقص ام على اف اكس، بس ادي كل شغلان. هيزيد ترم ناقص ان على ايه وناقص ان على ايه في اف 1 واف 2، مش اكتر من كده. يبقى انا الطالب اللي حافظ هيقف هيقول لك ايه ده، الطالب اللي حافظ مش هياخد النورمال في اعتباره. بيحصل، بس تلاقي الطالب يحل مساله وما عليهاش نورمال، هو حافظها من غير نورمال، هي جايه له في الشيت من غير نورمال، يحلها في الامتحان من غير نورمال، ما بيبصش.
وبعدين كتير للاسف بيبقوا فاكرين ان احنا ما بنقراش كويس وما بنصححش كويس. الموضوع ده برضو يعني عامل لنا ارهاق عصبي ونفسي كتير جدا. يعني الطالب اللي بيقعد يخرف جوه الامتحان ده، ما ده اسوأ ليك. يعني انا هاخد عنك فيري باد امبريشن، ونمره اتنين يعني انت فاكر ان انا مش هقرا يعني. يعني طبعا الاسوأ بقى ان اللي يحل غلط ويطلع نتيجه صح ده غشاش طبعا، ده بياخد صفر على طول. طبعا بشيك بالكالكوليتر على حساباته، ممكن باي اكسيدنت يطلع حسب غلط وطلع الرقم صح، تبقى صدفه. نحسب بقى الحسابات بتاعته، لو ادت الرقم اللي طلعه يبقى الراجل ده هنقول باي اكسيدنت مش هياخد على فكره درجه، مش عشان طلع رقم صح وحسابات غلط هياخد درجه، لا مش هياخد درجه. انما الفكره بقى لو حسابات غلط ونطلع رقم صح، يبقى ده بالنسبه لي على طول بالتاكيد غشاش. طيب مسافة، دي مسألة لطيفة جدا جدا جدا. Calculate the maximum uniform distributed load W time per minute which the following beam can carry so that the tensile and compressive stresses do not exceed رقمين 100 و 140 كيلو جرام على سنتيمتر المربع. هو كان المعتاد بيفضل يقفز لوحده كده. Okay, the beam section is as shown. ادي البيم سيكشن. Note position of x axis and reactions are given. يعني انا اديتك مكان اكس اكسس واديتك الرياكشنز عشان ارحمك. And moment of inertia about x axis equals i x بكذا. خلاص كمان الاي اكس جيفن. تمام؟ ده القطاع اللي انا اشتغلت عليه في المومنت اوف انرشيا بس كنت قلبه. كان 85000 سنتيمتر اس مربع. طيب في مساله زي كده بنبقى عايزين نعلم الطالب ايه؟ بنبقى عايزين نعلم الطالب حاجة بسيطة جدا. بنبقى عايزين نعلم الطالب حاجة بسيطة جدا. بص يا فندم، أول أنت عايز تجيب الماكسيمم مومنت. طب الماكسيمم مومنت فين؟ فين الماكسيمم مومنت؟ مش في النص. ماكسيمم مومنت آت زيرو شير. هتقولي ايه ده، وانا الكلام ده هحتاجه برضو؟ طبعا طبعا. يعني يجي في الخرسانه وانت بتصمم الكاميرا انت عايز تحسب الاستريس عند الماكسيمم مومنت. طب الماكسيمم مومنت فين؟ اد زيرو شير. يبقى حضرتك هتجيب الرياكشنز وتاخد مسافه اكس وتقول لي الشير على مسافه اكس بيساوي 2 دبليو او 2.1 دبليو ناقص دبليو في اكس بيساوي صفر، يبقى الاكس بتساوي كذا، وتحسب المومنت اللي على المسافه دي هيطلع الماكسيمم بوزيتيف مومنت دي للسهم الاسفل. يعني انت هترسم المومنت على الكاميرا دي هتقول لي ايه؟ دبليو في 2 ب 2 دبليو في 1، يبقى المومنت هنا 2 دبليو بيلف دي للسهم الاعلى، هوصل بخط منقط ال 2 دبليو بالصفر وعلق بارابولا، هوصل بخط منقط بالصفر وعلق بارابولا. صح. هل الماكسيمم في النص؟ لا مش في النص. ولو رسمت مماسات هتلاقي المماس مايل، فطبيعي ان الكيرف بينزل شويه لتحت ويطلع فوق. يعني المساله دي بالذات ارسموها بمماسات، انزل ده بسكور على 8، افرض دبليو باي رقم يعني، وكمان ده بسكور على 8، وصل مماس يمين ومماس شمال والمماس الثالث موازي لخط النقط وارسم المنحنى. تلاقي غصب عنك المنحنى وانت بترسمه بيجي عند النص المماس مايل، مش انت وصلت 2 دبليو متر طن بالصفر؟ يعني المماس مايل، يبقى وانت بتمس المماس هتنزل شويه لتحت وترجع تاني تطلع فوق. طب الشويه اللي تحت دول قصاد مين؟ قصاد الزيرو شير اللي هو دي ام باي دي اكس ايكوال تو كيو ايكوال تو زيرو. ميل المماس لمنحنى المومنت هو الشير، ميل المماس لمنحنى الشير هو اللود. لما يبقى تفاضل المومنت بيساوي صفر، يعني لما يبقى الشير بيساوي صفر، يبقى عندي، يبقى انا حصلت على النقطه اللي عندها ماكسيمم مومنت. يبقى اول خطوه في المساله دي عشان احسب الماكسيمم بوزيتيف، اوعى تقول لي ان هو القيمه اللي في المنتصف، اوعى تقول لي ان هو دبليو اسكوير على 8. زي ما في ناس كثيره جدا حلوا المساله دي قال لك الماكسيمم مومنت دبليو اسكوير على 8. يخرب بيتك يا المساله دي، ارسم المومنت على المساله دي. انا مش هقول يترسم ازاي، عيب عيب ان انا اقول المومنت يترسم ازاي على المساله دي. ابص الاقي طلبه والله العظيم جوه الامتحان يقول لي دبليو اسكوير على 8. يا ابني جيب، يعني فين الدبليو اسكوير على 8 في المساله دي يا باشا؟ المومنت في الاول صفر، طب وعندي الفيكسد بكام؟ طب والمومنت الماكسيمم دبليو اسكوير على 8؟ او تلاقي واحد راسم لي كده ده بسكور على 8 وده شكل المومنت.
المصيبة بقى إن الطلبة بتعمل كده في الخرسانة بعد كده في سنة تانية. يعني تلاقي دكتور الخرسانة باعت لي صورة كده ويقول لي بص الطالب راسم إيه؟ أبص ألاقي حاجات من الحاجات دي الطالب عاملها في سنة تانية. طبعًا نقرزة ليا أنا، يعني بص يا عم اللي طالعين من تحت إيدك، شوف يا عم اللي طالعين من تحت إيدك، والطالب طالع من تحت إيدي مش طايقني أصلًا، وشايف ان انا قاسي جدا وان يعني الدنيا اسهل بكتير من اللي انا بعمله فيه ده، ويروح في سنه تانية في الخرسانه مش عارف يرسم مومنت، مش عارف ترسم مومنت في الخرسانه، يعني زيرو، يعني زيرو. الموضوع مرعب، خدوا بالكم. يعني القصه ان رسم الانترنال فورسز ده هو حياتك في قسم مدني. اوكي؟ وبالتالي حضرتك هتحسب الشير على مسافه اكس، انا قلته حالا اهو، هيبقى 2.1 دبليو ناقص دبليو في اكس. مش فاكر، مش فاهم، ارجع للي احنا خدناه في الترم الاول. انا عملت معادله للشير ومعادله للمومنت على المسافه اكس ورسمت، حسبنا المومنت الماكسيموم بوزيتيف. طيب انا كنت في المحاضره بقول للناس ايه، بس عشان في المحاضره انا بكتب على السبوره بقول لهم يا جماعه لو سمحتم اعملوا تشيك على السكشن النيجاتيف ده كمان. انا عندي السكشن بوزيتيف هيبقى عليه مثلا 2.205 دبليو تام بير متر تان، انا اسف بقول مومنت 2.205 اذا الذاكره لم تخني متر طن. طب السكشن ده عليه 2 دبليو ديل السهم الاعلى، يعني ده عليه 2.2 ديل السهم الاسفل وده عليه 2 دبليو ديل السهم الاعلى. فيجي الطالب يقول لك 2.2 اكبر من 2، يوم يعمل ايه الطالب؟ يروح جاري وعامل ايه؟ شكرا، ها انا هشيك على القطاع اللي عنده ال 2.2. فانا كنت بقول للطلبه في المحاضره ايه، لا في المساله دي لازم تعمل تشيك على الماكسيمم بوزيتيف والماكسيمم نيجاتيف، لازم تعمل تشيك على الماكسيمم بوزيتيف والماكسيمم نيجاتيف. في اي حد ممكن يقول لي ليه؟ كنت بقول لهم كده، كنت بقول لهم مش هقول لكم ليه، المره الجايه ها ابقوا فكروني اسالكم تاني، اذا ما حدش فكرني ان شاء الله انكم ما فكرتوني، عادي خالص يعني، انا اعصابي هاديه جدا. بس نظرا لان احنا شغالين اونلاين فانا حابب ان انا اسمع رايكم. ليه انا اشمعنى في المساله دي انا مصر ان الطالب يحسب الماكسيمم بوزيتيف والماكسيمم نيجاتيف؟ ممكن نسال بطريقه تانية، امتى الطالب يحسب الماكسيمم بوزيتيف والماكسيمم نيجاتيف؟ طب سامعني؟ احنا سامعين حضرتك يا دكتور، بنفكر. طيب اسكت. سؤال تاني، اشمعنى في المساله دي انا قلت لك لا انك تاخد المومنت الكبير مش كفايه؟ طيب خد بالك من نقطة مهمة جدا جدا جدا، حطها معاك في الاعتبار لو سمحت. أنا قلتها في المحاضرة اللي فاتت إن الاستريس هو ام اكس على اي اكس في الإحداث واي، مثلا في المسألة دي في المسألة بتاعت المرة اللي فاتت كان الترم كمان بتاع ام واي على اي واي في الإحداث اكس. دايما الطالب بيفكر إن المومنت الكبير قصاده استريس كبير. لا يا فندم، لا يا فندم، في كمان حاجة اسمها الإحداثي. يعني ام اكس على اي اكس في احداثي واي، انا ممكن يبقى عندي مومنت كبير واحداثي واي صغير. ونقطة تانية عندها الاحداثي واي اكبر فتقوم تجيب لي ستريس اكبر. انا بقى الطالب متخيل ان المومنت الكبير قصاده ستريس كبير. ايوه بس مش على الاطلاق، مش كل النقط، مش كل النقط. طيب لو بصينا في المسألة دي، لو بصينا في المساله دي وهسيب المعيدين يشرحها لكم في السكاشن. لو بصينا المساله دي، بص محور اكس اهو، الاحداثي واي 25 والاحداثي واي 15. ركزوا معايا، لو المومنت الشد تحت والضغط فوق زي الماكسيمم بوزيتيف، شد تحت وضغط فوق، هيبقى النقطه اللي عندها ضغط الاحداثي واي بتاعها بكام؟ ب 25، واللي عندها شد الاحداثي واي بتاعها ب 15. طب تعالى بص على المومنت النيجاتيف،
هيبقى الشد فوق والضغط تحت. هيبقى النقطة اللي عندها شد الإحساسي هو بتاعها بكام؟ ب 25. يعني أنت في سيكشن 1 الإحداثي واقف بتاع الشد ب 15، المومنت مثلا 2.2 في 15 على اي اكس، انما المومنت النيجاتيف 2، 2 من 2.2 مش فارقه كتير، هتبقى 2 في 25 على اي اكس، هتديك احداثي، تديك تنشن اكبر من الثانيه. تاني الاستريس ام على اي في واي. الاستريس مش بس بيتناسب مع قيمة المومنت، بيتناسب كمان مع قيمة الإحداثي. لو أنا بتكلم المومنت دي للسهم تحت، هيبقى الشد تحت إحداثي الواي اللي هيتضرب فيه 15. لو أنا بتكلم على مومنت نيجاتيف دي للسهم فوق، هيبقى الشد فوق، يبقى الإحداثي واي بتاع الشد 25. يبقى انا ضربت المومنت الكبير في 15 وضربت المومنت الصغير في 25 عشان اجيب الماكسيمم تنشن. طب مين قال ان المومنت الكبير في الاحداثي الصغير هيدي اجهاد تنشن اكبر من المومنت الصغير في الاحداثي الكبير؟ يبقى لازم اعمل تشيك على الاثنين. يبقى امتى انا المفروض اعمل تشيك على الماكسيمم بوزيتيف والماكسيمم نيجاتيف؟ ها مومنت، لما يبقى الاكس مش محور تماثل بالنسبه للقطاع. يعني لو الاكس مش محور تماثل بالنسبه للقطاع، لازم اعمل تشيك على الماكسيمم بوزيتيف والماكسيمم نيجاتيف. فكروا فيها كتير قوي وارجعوا لي تاني. اذا كان محور اكس مش محور تماثل للقطاع، لازم اعمل تشيك على الماكسيمم بوزيتيف والماكسيمم نيجاتيف، لان هنا الاحداثي هيبقى داخل معايا في الاطوار. ده ما حصلش في المحاضره من شويه صغيرين، لان الاي بيم كان الاحداثي واي اللي فوق قد الاحداثي واي اللي تحت. حتى في التشانل دي الاحداثي واي اللي فوق قد الاحداثي واي اللي تحت. اوكي؟ ها؟ وبالتالي مش فارق معايا المومنت بوزيتيف ولا نيجاتيف. يعني لو القطاع ده مستطيل انا كنت خدت الماكسيمم بوزيتيف واعصابي هاديه جدا. ماكسيمم بوزيتيف مومنت واعصابي هاديه، لان الاحداثي هنا خرج بره اللعبه خلاص. قيمه المومنت هي اللي هتجيب لي اكبر اجهاد. طبعا انا بجيب، ما تنسوش، اكبر اجهاد عندي بسويه باكبر اجهاد هو مديهوني عشان اجيب قيمه الدبليو. انا عايز المينيموم الماكسيموم لود ويتش ذا بيم كان كاري، فبجيب اكبر اجهاد شد عندي واسويه باجهاد الشد اللي هو مديهوني، واجيب اكبر اجهاد ضغط عندي واسويه باجهاد الضغط اللي هو مديهوني. دي مساله جت في امتحان من حوالي 5 سنين. واللطيف ان احنا بنشتغل دكتورين، عاده كل دكتور بياخد مجموعه. كلمني الدكتور اللي كان قصادي ساعتها في ذلك الوقت، اسمه محمود غراب، ربنا يديله الصحه، صديق عمري يعني، قال لي بهاء انا عايز مساله، وراح شارح لي المساله دي. قلت له حاضر، وقال لي عايز الماكسيمم نيجاتيف هو اللي يدي الدبليو. ليه بقى يا عم محمود؟ قال لي لاني وانا بشرح المساله دي، اولا دي كانت اخر محاضره وانا بشرح وبقول لهم يا جماعه هشرح لكم حاجه مهمه قوي، خدوا بالكم انها هتفيدكم، الطلبه سابتني وخرج. فانا عايز اكافئ اللي قعد وشاف المساله حلها للاخر. اوكي، هو ده اللي هيعرف يحلها. اللي خرج هيجيب السكشن ماكسيمم بوزيتيف، ده بياخد 4 من 10 على فكره. يعني لو مساله عليه 10 درجات هياخد 4 من 10. هو يعمل تشيك على سكشن، مش هديله صفر. هو عمل تشيك على سكشن وجاب الاستريس على السكشن الاولاني، اوكي، هديله 4 من 10. لو عمل السكشن الثاني هديله 8 من 10، وهي في درجتين على قيمه الدبليو. فهمتم؟ تمام. فكانت يعني من زعل الدكتور ان هو بيقول للطلبه ان المساله دي مهمه قوي يا جماعه، ركزوا معايا عشان بعد كده في الخرسانه تبقوا فاهمين انتوا بتعملوا ايه، انك هتجيب الماكسيمم مومنت بوزيتيف ات زيرو شير، امتى انت لازم تشيك على الماكسيمم بوزيتيف والماكسيمم نيجاتيف. انا بتاع استراكشر، يهمني ان المساله اللي قدامي دي انا بقول لك عايز الماكسيمم دبليو، يهمني ان انت تجيب لي الماكسيمم دبليو وتش ذا بيم كان كاري اللي هي سمولر اوف الدبليوز. الطالب اللي مش فاهم شغله هياخد القيمه الماكسيمم بوزيتيف في نص الكاميرا، غلط. اللي هياخدها عند زيرو شير صح، بس مش هياخد باله ان هو الماكسيمم نيجاتيف، صحيح الماكسيمم نيجاتيف 2 دبليو والماكسيمم بوزيتيف 2.2، لكن اكس ما هياش محور تماثل بالنسبه للقطاع.
فالاحداثي واي هنا هيفرق. هتبص تلاقي الماكسيمم كومبريشن يجي لك من ديل السهم تحت، والماكسيمم تنشن يجي لك من ديل السهم فوق، ودي الكيس اللي هتدي اصغر دبليو تي. يعني هنا انت هتعمل 4 دبليو، هتاخد سيكشن واحد هتحسب دبليو 1 دبليو 2، وهتاخد سيكشن 2 اللي هو الماكسيمم نيجاتيف عند السبورت الهينج، وتحسب دبليو 3 ودبليو 4، وتقول ان الماكسيمم دبليو ذا سمولر اوف ذا 4 دبليوز اللي هو بيساوي اللي هي الكيس اللي نص الطلبه ما عملش. ما هو اللي ساب الدكتور اصلا ما عملش المساله من اصلها. بعد كده بقيت نزلتها في الشتات، مش معنى كده ان انا مش هجيبها، اجيبها بس اغير تغييره صغيره فيها، ما عنديش اي مشكله. لكن القصه كلها في ايه بقى؟ القصه كلها في ايه؟ انه لماذا الطالب الدكتور بيقول له دي مهمه قوي وهو بيسيب الدكتور ويمشي؟ لماذا الحضور زي زفت؟ لماذا؟ يعني ايه هو المصدر؟ انا موافق لو حضرتك تاخد درس، ما عنديش اي مشكله، هبقى سعيد جدا. راجل انت امكانياتك الماديه تسمح لك وانت بتاخد درس زي الفل، ما عنديش اي مشكله، ها ما عنديش اي مشكله. لكن لو انت راجل امكانياتك لا تسمح لك انك تاخد درس، اوكي، طب وفي نفس الوقت معاك دكتور بيحاول يشرح لك، طب انت ما تحضرش ليه؟ طب انت ما بتحلش بايدك ليه؟ يعني هو ده نقطه مش مفهومه خالص من الطالب. انا معايا 19، يعني معايا 18 طالب، 18 طالب انا مش هنتقم من الطلبه، خدوا بالكم انا ما بنتقمش من الطلب. في مساله انا جايبها في المحاضره اجيبها في الامتحان، ده حقي، ده حقي. طالب ما يقدرش يقول لي انت ازاي جبت مساله في الامتحان، بس اذا كان المسائل اللي في المحاضره زي المسائل اللي في الشيت، طب واتس ذا بروبلم؟ انا من حق اجيب مساله من الشيت، من حق اجيب مساله من المحاضره، ومن حق اجيب مساله ملهاش علاقه بالشيت والمحاضره في الموضوع في النورمال ستريس. ده اللي كان بيحصل معانا واحنا طلبه، ان هو كان دايما في مساله الطلبه بتسميها مساله الامتياز، وده كان تعبير خطا خالص، لانه كانت الناس فاكره ان هو لما يحلها يجيب امتياز. لا لا لا, لا. مش كده. زي مثلا امتحان 4 مسائل، الدكتور بيجيب 3 مسائل دايركت ومساله فكره جديده. انت لو حليت ال3 مسائل الدايركت صح يمين احنا هتجيب 75%، يعني جيد جدا. عشان تجيب امتياز لازم تحل المسألة الرابعة. يعني مرة واحد صاحبي خرج من الامتحان يقول لي ايه حليت مسألة امتياز، قلت له ايه برافو عملت ايه كمان؟ قال لي ما عملتش غيرها. هتسقط يا ابني، هتسقط، ما انت كده حليت ربع الامتحان على فرض يعني التقسيمه بالتساوي، يعني هتسقط. انت فرحان انك حليت مسألة امتياز يا حبيبي، هتسقط. اوكي تمام. فهي قصة او مش هيجيب امتياز على الاقل، يعني لو اخد درجة معقولة وجمعناها على اعمال السنه يعدي، ماشي ممكن يعدي، لكن ده لو نجح يبقى ربنا بيحبه، يعني يبقى ربنا بيحبه. ده خلاص شلناها من قاموسنا، مساله امتياز دي انتهت من قاموسنا من وانا دكتور صغير، من 20 سنه او اكتر من 20 سنه مساله الامتياز دي بطلناها خلاص. بقى لي 23 سنه دكتور اهو، بطلنا مساله الامتياز خلاص، بطل، مفيش حاجه اسمها مساله امتياز، خلصت خلصت. يعني لو جبت مساله امتيازي وانا كده حكمت على كل الدفعه بانها تجيب تقدير كذا. اوكي طيب ماشي. انتوا عندكم مصيبه في الكورس بتاعكم، مصيبه ان الفاينل عليه مش عندي بس، ده في كل المقررات 60 درجه. الفاينل عليه 60 درجه. ده السيستم اللي انا كنت بشتغل بيه وانا طالب. مش ده سيستم مثلا كريدت اور في البرامج البيانيه، البرامج البيانيه الفاينل عليه 40 وفي 60 درجه على اعمال السنه بتتقسم ما بين ميد تيرم وكويزز واساينمنتس. انت بالنسبه لك انت عندك 40 درجه فيهم 20 درجه ميد تيرم، دي توزيعه اللائحه بتاعتكم. يعني انت عندك 80 درجه على امتحانات، يعني انت لازم تعمل كويس جدا في الامتحان، لازم تعمل كويس في الامتحان. اوكي بس انا بيحزنني شيء، يعني لو انتوا شفتوا الامتحان بتاع البرامج البيانيه لو عليه 40 درجه، انا عندي طلبه كتيره شبه مقفلاه. عندكم انتوا في 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 مدني كتير ما حطوش خط في الامتحان، يعني هم نفس عدد المسائل، 4 مسائل، مساله فريم من غير لينك،
مسألة فريم بلينك تراس وارش، وكلها مسائل مكررة يعني، ما هياش ابداعات يعني. اوكي، ومع ذلك لا، الناس ما بتحلش خالص، الطلبة ما بتحلش خالص. طب ما هو ده شيء متوقع يعني، يعني انا مع لما وزير التعليم العالي في الترم الاول قال لك يتم رفع الغياب، انا كان بيحضر معايا 60 70 وانا عارف 80 90 وانا عارف ان ثلاث ارباعهم كونكتد بالتليفون وما بيسمعش المحاضره. اوكي، تاني محاضره الغياب خمسه، الحضور 25، اللي بعدها الحضور 12. طب هو ايه الريفرنس بتاع الطالب؟ انا تحت امرك، هل انت هتسمع المحاضره في وقت تاني؟ اكيد لا طبعا يعني، ما هو الوقت الاولاني ده راح خلاص. ما هو انا لو فوتت محاضره الاستراكشر هسمعها امتى تاني؟ اسمعها امتى تاني؟ طبعا ده غير ان احنا بنديكم فرصه تسالوا وانتوا ما بتسالوش، خلاص ده اتعودنا عليه، ان الطالب بيقول لك لا انا فاهم كله تمام، وممكن الطالب بيفضل يسال المعيد في السكشن، ما عنديش اي مانع. بس انا بقول ما هو ريفرنس الطلبه اللي هي ما بتحضرش المحاضره؟ ما يحضر لي 19 طالب بالمحاضره، كانوا 18 من شويه، كانوا 17 من شويه، لما كونكتد بيبقى معايا اثنين بس في اول المحاضره، وبعدين جم اثنين كمان في اول دقيقتين، يعني أربعة طلبة جايين في ميعاد المحاضرة. يعني إزاي أنت تطلب مني إن أنا نفسي ما تسدش يعني؟ بس الحمد لله إحنا نفسيتنا قوية جدا وأعصابنا جامدة جدا وبنشتغل، حتى لو طالب واحد قاعد قدامي هشتغل، أنا ما أنا أنا جاي أأدي واجبي، مش جاي أقيم الموقف يعني، أنا في عليا واجب وفي عليا كورس لازم أديه. اوكي، فانا وطبعا عشان احتراما للناس اللي بتحضر، فطبعا ايه لازم ندي الكورس بعناية، ده من ناحية. لكن بالتأكيد انا حزين جدا على ان الطلبة مش موجودة. طب انا هخش كده ايه، ارجع تاني لان انا بقالي شغال في كورسات تانية كتيرة بالبدا، بس على زوم مش على، فهشوف دلوقتي واتس ذا بروبلم يعني، ليه انا لما بقلبه ليه بيتاخر كده، انا مش فاهمها بس مش مشكله. كنت عايز استغل امكانيات انت شايفين الفايل مش كده؟ شايفين الفايل؟ ظاهر يا دكتور. تمام. ليه البوينتر واقف على جنب؟ طيب ماشي، خليني بان اهو. بصوا، شايفين الكاميرا دي اللي انا برسمها؟ بس انا برسم بالماوس، انا جبت كمبيوتر جديد هيبقى ان شاء الله بالقلم هشتغل. انا كده جيت لطلبة في امتحان مرة كان كويز، طبعا احنا كدكاترة يبقى عندنا خبرات طويلة يعني. شايفين الرسم اللي انا برسمه ده؟ يا دكتور ظاهر. تمام، انا عشان كده كنت عايز اقلب المحاضره دي عشان اقدر اعلم، لاني اكتشفت برضو بخيبه تقيله ان الحاجات دي متاخر شويه. انا جيت عملت للناس مساله زي كده وقلت لهم ان القطاع نفس الاي بيم اللي قدامك ده، وقلت لهم برضو احسب ماكسيمم بي ويتش ذا بيم كان كاري سو ذات الماكسيمم تنسايل دونت اكسيد كذا، والماكسيمم كومبريشن دونت اكسيد. اوكي، خلصنا من دي. اوكي تمام. وجيت في الامتحان نفسه، والله العظيم ده كان كويز، كنت انا بخش السكشن ده فكان كويز، قلت لهم بصوا يا جماعه، السكشن ده والسكشن ده عايزكم تحسبوا الاثنين. فيجي طالب يقول لي ليه؟ اقول له بس طب بعد الامتحان نتكلم، يعني انا عامل لك كويز دلوقتي في السكشن، نتكلم ليه بعد الامتحان؟
اللطيف مش كده، اللطيف ان في طلبه ما سمعوش كلامي اصلا، في طلبه ما سمعوش كلامي اصلا. طيب بص، انت لو رسمت النورمال على المساله دي هيطلع شكله ايه النورمال؟ يعني انا كنت عايز اخلي دي الهنج، مش كده؟ اه ماشي. ودي مش هتفرق يعني، ودي الرولر، هيطلع شكله ايه النورمال؟ هيطلع شكله كده، صفر صفر صفر، وبعدين ناقص بي، وبعدين المومنت هيطلع شكله كده. يطلع بيلف كده طبعا اهو. الرياكشن ده هيبقى بي، بي في ال على الاثنين مش كده؟ يوم يطلع المومنت ده بي في ال على الاثنين، صح؟ ده المومنت. طيب لو انا سميت ده سيكشن واحد وسميت ده سيكشن اثنين، بالنسبة لسيكشن واحد هيبقى عندي ال n بيساوي صفر، صح كده؟ والمومنت بيساوي ال m x بيساوي ايه؟ p l على الاثنين، مظبوط؟ وبالنسبة لسيكشن اثنين هيبقى النورمال بناقص بي، والام اكس هيبقى هو هو بي ال على الاثنين، وطبعا الاثنين دي السهم فوق وراسه تحت. سؤال هنا، رغم ان اكس محور تماثل للقطاع، ليه انا طلبت من الطلبه ان هو يشتغل على سيكشن واحد وسيكشن اثنين؟ ليه انا قلت له كل الطلبه قال لك ايه؟ قال لك القطاع اللي عليه نورمال ومومنت هيبقى مور كريتيكال عن القطاع اللي عليه مومنت بس. انا قلت لهم لا، شيكوا على الاثنين لو سمحوا. شيكوا على، ليه انا طلبت انهم يشيكوا على الاثنين؟ لحقتوني ولا صعب اللي انا بقوله ده؟ لا تمام يا في دكتور. سيكشن هيبقى عليه نورمال والتاني لا، بالظبط، واحد عليه مومنت اونلي، واحد عليه نورمال ومومنت. ليه انا قلت للطلبه في الكويز لو سمحتم شيكوا على التو سيكشنز؟ والطلبه اللي ما سمعتش كلامي دفعت الثمن على فكره. في طلبه اصروا ان ان انت بتهزر مش كده؟ هو انا خدت القطاع اللي عليه ان وام اكس، طبعا هو ده اللي هيديني اكبر. لا يا جماعه انا ما بهزرش، انا كنت بتكلم جد. ليه بقى؟ ممكن اي حد يفكر ليه؟ انا عندي قطاع كده، قطاع واحد عليه مومنت كده، وعندي قطاع تاني عليه مومنت ونورمال فورس كومبريشن. هنا الاف هتبقى زائد او ناقص الام على الاي في الواي. هنا الاف هتبقى ناقص ان على ايه زائد او ناقص الام اكس على الاي اكس في الواي. لسه ما وصلتلكمش الفكره؟ بص هنا هيبقى عندي نقطتين، واحده ناقص ناقص، اكيد ده الماكسيمم كومبريشن، في حد عنده اعتراض؟ واحده ناقص زائد، مش كده؟ تمام. تعالى هنا بقى، واحدة ناقص ام على اي في واي،
واحده زائد ام على اي في واي. مين اللي يدي تنشن اكبر، الحاله الشمال ولا الحاله اليمين؟ خد بالك هو نفس المومنت ونفس القطاع، مين اللي يدي تنشن اكبر؟ اللي على الشمال. اللي على الشمال، شكرا يا منى، اللي على الشمال. يبقى هنا احنا اتعلمنا في المحاضره دي حاجتين عشان الخرسانة على فكره، مش عشان الاستراكشر، عشان الستيم مش عشان الاستراكشر. واحد، ان اذا كان القطاع مش متماسك بالنسبه لاكس، لو في نيجاتيف مومنت بوزيتيف مومنت يفرق معانا البوزيتيف عن النيجاتيف. طيب ان لو عندي قطاع عليه سمبل مومنت وقطاع تاني عليه نفس المومنت بس عليه نورمال فورس، لازم تفهم ان هنا لازم اشيك على الاثنين، لان القطاع اللي عليه مومنت بس هيديني الماكسيمم بوزيتيف، والقطاع اللي عليه نورمال ومومنت هيديني الماكسيمم نيجاتيف. اهو ناقص زائد اكيد هيديني تنشن اقل من زائد ام على اي في واي. انا عندي ناقص ان على ايه زائد ام على اي في واي، ده ام على اي في واي فقط بالزائد، لكن بالتاكيد لما اقول ناقص وناقص هيبقى اكبر من الناقص ده. يبقى الماكسيمم تنشن ده هيديني الماكسيمم بوزيتيف ستريس، وده هيديني الماكسيمم نيجاتيف. يبقى ده هيديني قيمه للبي وده هيديني قيمه للبي. طبعا احنا بنبقى ظابطين المساله ان الكريتيكال ده يعني هو ده اللي يدي البي الصغيره اللي انت هتمشيها على كله، زي ما بالظبط المساله بتاعت الشيت الدكتور طلب مني خلي لي السكشن اللي عليه ماكسيمم نيجاتيف هو الكريتيكال، مش السكشن اللي عليه ماكسيمم بوزيتيف مومنت. اوكي تمام. ما احنا اتعلمنا كمان والكلام ده مين لي عشان الخرسانه مش عشان الاستراكشر، ان القطاع اللي عليه سمبل بيندنج ده قطاع مهم جدا لازم يتحسب، اللي عليه مومنت بس ده لازم يتحسب، مش انا افتكر ان عليه ان وام هو الكريتيكال، لا هو هيديني واحده من الاثنين. افرض بقى النورمال فورس تنشن يبقى زائد وزائد، يبقى الماكسيمم تنشن يجي من هنا وهنا هيبقى الماكسيمم كومبريشن يجي من هنا. يعني في اي حاله من الحالات السمبل بيندنج هيدي لك واحده من الماكسيمم ستريسز. وصلت يا منى واحمد ولا ما وصلتش؟ وصلت لبقيه الشباب؟ وصلت؟ عايز اقول وصلت يا دكتور. تمام. احنا دايما بنبني خبرات، بس انا بقول لك ان انا في مساله مضمونه اللي هي الدايركت اللي انا بدي لك فيها كل حاجه. يعني الطالب اللي هو عارف ازاي يعوض في معادله النورمال ستريس والبروسيدور موجود في دماغه، المساله دي فول مارك مضمونه، فول مارك مضمونه، مش بهزر، فول مارك مضمونه. كان عليها في امتحان سي اس 112 اللي فات 14 درجه من ال 60، يعني ستريننج اكشن عليها 16 ودي 14 درجه. والله العظيم والله العظيم الفول مارك يجي في ثانيه، يجي في ثانيه. اوكي. فالكورس ده كل اللي جاي تعويض في قوانين، وانا بحط كل مساله مش معتمده على اللي قبلها، انا بحط كل مساله مش معتمده، وبالتالي اللي عايز يجيب تقدير هيحل الشيت بعنايه، هيجي له مساله زي الشيت ما يغلطش في الارقام، هيجيب تقدير عالي جدا. انما في مصيبه هنا بقى، هنا في مصيبه ان كل مساله بتتحل بقانون مختلف. يعني انا لازم اكون عارف نورمال ستريس القانون بتاعه بعوض فيه ازاي، شيرنج ستريس ديو تو شيرنج فورس، شيرنج ستريس ديو تو تورشن، شير فلو، كل واحد من دول قانون مختلف بتطبيق مختلف. حليت المساله اللي شبهها، حافظ القانون، عارف ازاي اعوض فيه، سهل جدا انك تجيب فول مارك في ستراكشر ميكانكس 2. ستراكشر ميكانكس 1 كان فيه ميزه ان انا كل المسائل بخش اقطع واجمع نورمال وشير ومومنت، يختلف شكل المساله، يعني ذاكرت ما ذاكرتش انت بتخش تقطع وتجمع نورمال وشير ومومنت، سواء انت عارف الموضوع ده واتمرنت عليه او ما اتمرنتش عليه، يفرق بقى في السرعه، يفرق في نسبه الاخطاء وخلافه. اوكي. اتمنى ان انتوا تحلوا الشيت ده كامل، خدوا بالكم الميد تيرم قرب، اتمنى ان زمايلكم على الاقل لو ما بيحضروش على الاقل اضعف الايمان يحلوا الاساينمنتس ويعرفوا اخطائهم ايه، واحنا بننزل حلول الاساينمنتس. انتوا في السكاشن علمتوا اساينمنت 2 ولا لسه؟
اه يا دكتور علمنا اتنين. هاي هنزل لكم على الـ على الـ على ال ام اس هنزل لكم حل اساينمنت 1 و2 تمام كده. تمام يا دكتور شكرا جدا لحضرتك. ما فيش شكر والله، ده انا ما تتخيلش قد ايه انا حزين. انت احمد مش كده؟ اه يا دكتور انا ما تتخيلش قد ايه انا والله يعني حزين جدا على ان الناس مش عايزه تحضر محاضرات ومش عايزه تذاكر وكل شغلهم مشغولين بالتسجيل واسجل ايه بدل ايه يعني الموضوع ده انا مشكلتي كلها ان الطالب يفهم ان هو يعني انا لو انا عندي ازمه في ان انا هتفصل طب واخد 6 مواد ليه؟ يعني مين قال ان هندسه 5 سنين؟ يعني النقطه دي برضو الطلبه مش قادره تفهمها. مين ضحك على الطلبه وقال لها ان هندسه 5 سنين؟ على فكره عشان تبقوا عارفين يعني احنا عندنا في هندسه عين شمس عندنا في هندسه